بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم من المرموم. وهنا لا تهدأ الرمال ولا شيء يعلو على صوت الملاك عندما ينادون على المطية السبوك بحثا عن نصر. طال انتظاره كل مالك ومضمر يحاكي الشوط في عقله ويضع مخططا لما قد يحدث لكي يقود الهجن نحو الهدف المنشود. تختلف الأهداف بين مالك وآخر وتتفاوت الطموحات، ولكن يبقى الأهم هو التواجد في السباقات التي تنعش الروح وتغذي لتعلق الأبناء بما نقل عن الأجداد. وفي الأصايل نواصل الترحال مع المطايا أينما ذهب أينما ذهبت، لنقدم للمشاهد تحليلا دقيقا لكل صغيرة وكبيرة. أهلا بكم في الأصايل، الموعد الأسبوعي لعشاق الهجن. نشك فيها بالشك الطيب ونريد نشوفها، يعني نقيس الناقة ما قد دخلناها في محتفلات أو مهرجانات. والله يا طويل العمر السوق خليه يسوي مفاجآت. والله راضين عن أدائها وبونا نأهلها نحن الأشواط الرئيسية مع وصول المارية لحظة النهاية. مركضة طيب وركضة بعمرك، يبشرنا أن السنة إن شاء الله بيكون لها بصمة قوية إن شاء الله. شهر شهر أول الواصلين. نعم نعم يا أهلا نعم، أنا البي الحق عم سابق طويلة. وهذه لحظة النهاية، معلن الفوز ومعلن الناموس. أهلا بكم في الأصايل في موعدنا الأسبوعي مع رياضة الآباء والأجداد، الرياضة التي دعمها المؤسسون الشيخ زايد بن سلطان الهيان طيب الله ثراه والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيب الله ثراه، لتصل إلى ما نحن نراه اليوم من دعم كبير لا متناهي. هذا الدعم وجدناه في الماضي ونجده الآن في الحاضر وكذلك في المستقبل الذي نراه بأعين المحمدين. سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله ورعاه، وسيدي صاهب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ولي عهد أبو ظبي، رياضة ستبقى وتستمر في أبهى وأفضل صورة. دعونا إذن مشاهدين الكرام من خلال هذه الحلقة التي تعتبر حلقة تقديمية لما سيحدث ويجري هناك في مهرجان جائزة زايد الكبرى، سنتحدث في هذه الحلقة عن أبرز المتغيرات التي حدثت في هذه الجائزة منذ أن تم الإطلاق والإعلان عنها وحتى عام 2021. ولكن قبل ذلك دعوني أرحب بمحللين الأفاضل من سيرافقوننا في هذه التغطية وهذه الحلقة الخاصة لبرنامج الأصايل. ونبدأ من اليمين، رامس محمد العامري. رحبك يا أبو محمد. الله رحبك عفضل أبو خليفة، مسي عليك بالخير وعلى أخوان المحللين والمشاهدين خلف الشاشات، وإن شاء الله نقدم شيء طيب يليق بالمشاهدين، وإن شاء الله يكون مهرجان خير وبركة على جميع المشاركين، ونتمنى لهم إن شاء الله التوفيق والناموس في مهرجان الكبرى. كما نجدد الترحيب بالزميل والمحلل سالم محمد متعرض العفاري. أبو محمد مسيك بالخير. مرحبا أبو خليفة، مسي عليك وعلى أبو سالم أبو سلطان أبو محمد ومتابعين دبي ريسين. يا مرحبا. نرحب بالزميل علي سالم أبو داود الدرعي. أبو سالم يا مرحبا بك. مرحبا أبو خليفة، مسي عليك ومسي على أبو سلطان وعلى أبو محمد أبو محمد وعلى جميع متابعين عبر قناة دبي ريسينج. نتمنى إن شاء الله نقدم الشيء اللي يليق ببرنامج الأصايل وأهل الهجن. نتمنى ذلك. كذلك نرحب بالزميل والأستاذ سهيل بطي بن غراب. أبو سلطان مساء الخير. مسي عليك وعلى أبو محمد وعلى طعامك. مسي عليك ابو سلطان. نعم. الاجر والعافيه ابو سلطان. الاخوان المتابعين المشاهدين يقول لهم اسعد الله مساءكم بكل خير. نعم. قبل ما نبدا حلقتنا مشاهدينا الكرام دعونا نطرح سؤال حلقه هذا اليوم، والسؤال يقول في اي عام انطلق مهرجان جائزه زايد الكبرى؟ هل في عام 1992 ام 1993 ام 1994؟
للإجابة على هذا السؤال أرجو إرسال رقم الإجابة 1 أو 2 أو 3 على الأرقام الواضحة على الشاشة لتربح معنا 4 جوائز قيمة ستكون كالتالي. الجائزة الأولى عبارة عن مناخ من مؤسسة هجن الظبي، وكل الشكر والتقدير لمؤسسة هجن الظبي. أما الجائزة الثانية بطاقة مناخ وعلاج من مختبر الإمارات الذكي. أما الجائزة الثالثة جائزة عينية من صيدليات فارس الخليج بقيمة 2000 درهم نقدا أو 2000 درهم جائزة عينية، والجائزة الثالثة 1000 درهم نقدا من صيدليات فارس الخليج. أما الجائزة الرابعة أو الخامسة 20 بطاقة فحص من مختبر الياسات البيطري. إذن سنبدأ حلقتنا مشاهدينا الكرام، وسنتطرق على كثير من المواضيع. دعونا نبدأ عن ما حدث وجرى هنا في المرموم، ومن ثم سننطلق كذلك للحديث بشكل متشعب وبإسهاب كثير عن جائزة زايد الكبرى سن الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، والتي واصلت رحلتها التأهيلية للقادم من مهرجانات، وتابع المضمرون النتائج ونتائج العمل الذي قاموا به في المسار ومدى جهوزية الأسماء المنافسة. في الأسبوع الماضي كان موعد تحديات سن الثنايا والحول والزمول سن الكبار مع شعارات العملاقة وشعارات المؤسسات هنا في ميدان المرموم. دعونا نتابع. هجن أصحاب السمو الشيوخ التقت في الثنايا والحول والزمول مساء الأربعاء الماضي، وكان الموعد موعد منافسات الثنايا والتي اشتملت على إقامة 14 شوطا على مسافة 8 كيلومترات. وهنا كان لهجن العاصفة نصيب الأسد من الانتصارات بواقع 8 انتصارات مقابل 6 لبقية الشعارات. الشوط الأول للإبكار تمكنت الشاهينية لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي من تحقيق الفوز بعد أن قطعت المسافة ب 12 دقيقة و49 ثانية. الشاهينية انفردت بالمقدمة ولم يستطع أي اسم أن يقارعها خلال المسار لتثبت أنها متفوقة عن من سواها. الشوط الثاني للجعدان أضافت هجن العاصفة نقطة جديدة لها عن طريق شاهين بقيادة المضمر غياث الهلالي، وهنا وجد شاهين منافسة شرسة من شديد للشيخ محمد بن بطيئة الحامد الذي تصدر السباق حتى آخر 200 متر حين دار صراع كبير بينهما على الفوز. حسمه شاهين ب 12 دقيقة و45 ثانية وجزء من الثانية، منافسة ساهمت في تسجيل أفضل توقيت وبفارق 17 ثانية عن هملول لهجن الرئاسة الذي حل في المركز الثالث. الشوط الرابع للإبكار كان النصر أيضا من نصيب هجن العاصفة مع الشاهينية والمضمر غياث الهلالي. المسار شهد صراعا كبيرا على الفوز ولم يكن هناك فوارق كبيرة بين الأسماء الكبيرة مع تصدر الشاهينية لهجن العاصفة، ولكن عند الكيلو الأخير تتقدم الشاهينية لهجن ند الشبا وتنتزع الصدارة، وظن البعض أن الموضوع حسم، ولكن كان لغياث الهلالي رأي آخر يصدر الأوامر للشاهينية لتزيد من سرعتها وتعود مرة أخرى للمركز الأول وتحافظ عليه حتى النهاية، مسجلة زمنا وقدره 12 دقيقة و58 ثانية وجزئين من الثانية. الشوط الرابع للجعدان اختلف المشهد قليلا، شاهين لهجن العاصفة مع المضمر غياث الهلالي يقود مجموعة المنافسة من البداية وحتى النهاية، ولكن بفارق بسيط حتى آخر 200 متر عندما وسع الفارق عن بقية المنافسين ليصل أولا بزمن وقدره 13 دقيقة و15 ثانية و6 أجزاء من الثانية.
وفي منافسات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ كان المشهد مختلفا، حيث توزعت الانتصارات بين الشعارات العملاقة، حيث كانت البداية مع شوط الحول وذهب النصر إلى الشاهنية لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي بعد أن قطعت المسافة باثنتي عشر دقيقة وخمسة وأربعين ثانية وجزء من الثانية، توقيت لم تستطع أي مطية أن تكسره بعدها ليكون هو أفضل توقيت عصر الخميس. الشوط الثاني للزمول استطاع الأسد لهجن الرئاسة بقيادة المضمر حمد بن قذله الحبابي من تحقيق الفوز بعد أن وصل أولا بثلاث عشر دقيقة وثمان ثوان وست أجزاء من الثانية. الشوط الثالث للحول تمكنت الشاهنية لهجن العاصفة مع المضمر غياث الهلالي من تحقيق النصر بعد أن وصلت أولا باثنتي عشر دقيقة وخمسين ثانية وثلاث أجزاء من الثانية. الشوط الرابع للزمول كان الناموس من نصيب هملول لهجن الرئاسة مع المضمر علي بن يميل الوهيبي بعد أن تفوق على الجميع وحقق صدارة بثلاث عشر دقيقة وثمان عشر ثانية وثلاث أجزاء من الثانية. انطلقت منافسات سن الكبار لهجن أصحاب السمو الشيوخ في الأسبوع المنصرم، وكانت العلامة الفارقة وكان الشعار اللي طغى على الميدان الشعار الملكي لهجن العاصفة أبو محمد. هجن العاصفة أبدعت والتجهيز كان مميز للقادم من المهرجانات، ونحن بعدنا إلى الآن في تجهيز المطاي وتجهيز الحلال للمنافسات القادمة. وشو رأيك في أنت تسيطرت هجن العاصفة؟ والله نحب نبارك ونومس الهجن العاصفة والشيخ حمدان محمد الله يطول عمره الداعم الرسمي لهذه المؤسسة والداعم الرسمي لهاي الرياضة بشكل عام. هجن العاصفة أبو خليفة تعد الحلال إعداد صحيح بطريقة سلسة، كل تمهيد نشوف ما شاء الله الحلال أدى بصورة مميزة، مقبل عنده مراكز الشيوخ، مقبل مركز المؤسس، مقبل مركز الختاميات، يصرفون الحلال، يجهزون الحلال، وما شاء الله هجن العاصب وخليفها ما يستغرب عليها إذا هي طغت على المركز أو أنها سيطرت على شبه الأشواط أكثرية الأشواط، لأن هذه المؤسسة مدعومة من سمو الشيخ محمد براشد الله يطول عمره حاكم دبي وولي عهده الشيخ حمدان محمد، ودام أبو راشد حول هذه المؤسسة يبشر جماهيره بالخير والناموس. فأبو خليفة المؤسسة هاي تملك نوعيات فريدة، نوعيات فاخرة لأشواط الرموز، نشوف ما شاء الله أداء الركاب ما شاء الله السنة خفيف، فهجن العاصفة مؤشرها طيب، وهذا دليل على جهوزية هجن العاصفة اللي بدأ خوض المنافسة في مهرجان المؤسس، وعسى الله يفوق جميع المؤسسات إن شاء الله. اللهم آمين. أفضل توقيت كان في سنة الثانية لشاهين لهجن العاصفة في الشوط الثاني أبو محمد. والله نهنيهم أبو محمد هجن العاصفة وهجن أصحاب السمو الشيوخ بشكل عام، بداية تلاحم تشوف هجن الرئاسة وبعض الهجن تشارك في ميدان المرموم عند هجن العاصفة، ولكن دائما تبقى هجن العاصفة محافظة على حضورها المميز دائما، إن كان في التجهيز أو إن شاء الله في الختاميات القادمة. مؤسسة عملاقة، مؤسسة لها جماهيرية كبيرة ينتظرون منها طال عمرك مثل هذا وأكثر من سن اللقاية إلى سن الحول، فتشوه دائما إن كان في البوش أو على مستوى قعدان الثنايا أو الزمول، هناك طال عمرك مشتريات كبيرة في الأيام الماضية والسنوات اللي راحت اللي وصلنا اليوم لسن الثنايا وسن الحول. السنة هذه أتوقع هجن العاصفة، وإحنا دائما نتوقع منها هجن العاصفة أنها تحضر محضور مشرف للشعار ولمحبين ومشجعين هجن العاصفة، فلا غرابة في الموضوع يعني. نعم، كذلك تميز في سن الثنايا في الحول والزمول عفوا بسلطان الشوط الأول كان مع الشاهنية أفضل توقيت، كذلك في الشوط الأول في الحول والزمول كذلك مع الشاهنية. نحن نهني هجن العاصفة على هذا الفوز والناموس والمضمر غياث الهلالي، وهذا غريب على هجن العاصفة، هجن هاي معدودة ومؤسسة من زمن بعيد لين أصبحت، ولو بتفكر طالع السنة العاصفة من بدينا اللقاية إلى الإذاع إلى الثنايا إلى الكبار، وهي ما شاء الله كم يانا أسبوع
نتائجها أفضل. فهذا أنا أقول لك السنة بتكون هجن العاصفة من الهجن العتية الصعبة بتكون في الأسنان كلها، مو بلا في الكبار وفي الصغار، بيكون لها نصيب الأسد في كل الأشواط سواء اللقاية والإذاع أو الثنايا والكبار. هجن معدودة ما شاء الله وصحتها زينة يبشرن عن خير ونتائجها زينة اللي ظهرت منهن. وبعدين البوش عندنا استعداد غير الاستعداد هذا، ما جهزنا الجهوز اللي هو مرة مطلوب منهن. فهل شوف كل مركاض يجينا خير عن المركاض، لكن لما تكون الاختاميات إن شاء الله بيكون دائما العاصفة تبدأ شوي شوي لكنها تنتهي قوية. صحيح صحيح، هذا جربناه فيها كل السنين ما شاء الله. تجهيز هذا مجرد مسالم. نعم. مسالم نروح مع الأسد لهجن الرئاسة، كذلك أبدع حمد من قذرة الحبابي في الشوط الثاني وانتزع الأسد ثاني الأشواط توقيته 13.8. أنا مهني مؤسسة هجن الرئاسة والقائمين على مؤسسة هجن الرئاسة على هذا الناموس. اليوم أبو خليفة الناموس مش سبق الرئاسة ولا سبق العاصفة، تواجد الشعارات كلهم في ميدان المرموم، هذا هو الناموس. صح. احنا يوم نتابع الركض ونشوف طعمك، هجن الرئاسة موجودة باختلاف المضمرين، هجن العاصفة موجودة، هجن أصحاب السمو الشيوخ، هجن سيح السلام، هجن باقي أصحاب السمو الشيوخ أنها متواجدة في الركض، هذا يعطي إثارة، يعطي للمشاهد أنه يستمتع بحل الركض. نعم، حل الركض. صحيح. يعني بغض النظر عن النتيجة من يكون الفائز، لكن اليوم شوف وجود هجن الرئاسة باختلاف المضمرين قعود من جدر، هذا من العام يسبق عندنا. عجيب نعم. هذا من العام يسبق عندنا. نعم، هذا من العام يسبق عندنا في المرموم، بس يمكن في 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 الختاميات بس صارت إصابة ولا القعود، هذا العام ما نسبق، كل ركضة يركضه من جدر يكسر التيب، وفي الرئيسيات ما شفنا للأمانة، ولا احنا هذا القعود متوقعين انه يكون ينافس في أشواط الرموز العام. شوف والقعود اللي ثاني عليه قعود عند بني ميل بعد ما يستهان بقعود طيب، لكن مثل ما قلت لك تواجد المؤسسات هذه يثري الساحة. اليوم الرئاسة تشتري بكميات كبيرة، صح، العاصفة تشتري بكميات كبيرة، هجن أصحاب الشيوخ يدعمون عزبهم بالسبل، فالملتقى هذا هو اللي طعمك يعطي وناسه للركض وحلات الركض. أنا مرات أتساءل، يعني تساءل أشوف منافسات الشيوخ في اللقاية، نعم، في الإذاع، نعم، في الثنايا والحزم، نعم، الحقائق ما نشوف. والله هذا اللي نتمناه. هل في يعني كيف جو المنافسة في الحقائق؟ هل في منافسات ولا ما في منافسات؟ ترى صارت مرة عندنا السنة ركض حقائق وكانت في منافسة قوية. فإحنا نتمناه لأن طعمك ركض الحقائق يشجع حتى ركض أبناء القبائل. الحين في ركض؟ لا، في ركض عادي لكن مختام بيات ما شيلين. بس ما نشوف عندنا. الشيوخ ركض عادي كيف؟ يعني كل اسبوع عندنا حركه حقاقه ركض تمهيدي. تمهيدي بس ما نشوف ما مرغول في ريسنج. نحن اللي نتمناه ان يكون الختام يركض يوم الختام، رموز تتمنى. اي نتمنى ان يكون في الختام يركض رموز. قبل كم سنه خلنا رشيد شوف هنا نقل مباشر بعدين نفكر في الرموز. لا ركضوا قبل كم سنه يحطوا رموز في المرموم وخذ هجن النايفات البكرة شوشة عند المضمر بن في الأربعة. نعم، أبو هلال والقعود ولد الخروف المشراي من عمان بعد خذ عند بن بيشان خذ الرمز. هذا لما من أول موسم يستوي عندنا مركاض حجاج هني وبعده توقف. يمكن أصحاب المؤسسات كل مؤسسة لها جمهور. نعم. كل مؤسسة لها جمهور وتريد تشوف خليفة يشجع السوق بعد سوق الحجاج. احنا اليوم حتى لو في ركض مثلا في المهرجانات اللي تقام مثل ما تفضل الربع قبل، ان طعمك تكون لاشواط هجن اصحاب السمو الشيوخ في اشواط، هذا يعطي طعمك انطباع كبير واثاره كبيره. نعم، الكل يتابع الحين، في متابعين لهجن الرئاسه، في متابعين لهجن العاصفه، في متابعين لهجن الشحاني، في متابعين لهجن سيح السلم، هجن شو اسمه زعبيل، هجن الشيوخ الباقي، هجن الضبي وغيرها من هجن، كلهم جمهور. صح. فكل يتمنى ان يشوفهم في المهرجانات، يمكن هل في جائزة الكبرى تفوز هجن من هجن اصحاب السمو، فكله جمهور. صح. فوجود يعني شو الداعي ما يكون ان القايه عندنا اذاع شيء للشيوخ ثنايا وكبار، ليش ما تكون حقائق؟ ما يكون هذا التساؤل. هي نعم، يعني ليش ما يكون حقائق بيكون، لان والحقائق هاي مثل ما تقول جيل هو اللي ينشم من السبق. صح. هذا اللي بوش عندك يا اخي ياخذ السيوف والرئيسيات، ماخذات حجايج، ماخذات فطايم فطامين. نعم، صعوب. فالركض طعمك زين، خص ركض الحجايج، ركض الحجايج يشجع الركض. انا يا الشيخ علي اركضتي ولا شفتي يعني عندي نقص في حجه او شيء، باخذ من حجايج البدو واركبها
في نفس الوقت. صح. بستخدمها في نفس الوقت. أخذ نتيجتها في نفس الوقت. جاهزة. صحيح. نعم. نذهب إذن مشاهدينا الكرام إلى منافسات هجن أبناء القبائل، وأولى المنافسات في الأسبوع المنصرم كانت في سن الثنايا، وواصل الملاك تقديم العروض القوية التي أطربت الملاك والمشاهدين والمتابعين والجماهير. نتابع. في ميدان المرموم لا يتوقف النشاط ولا تهدأ المطايا ولا تنخفض أصوات الملاك والمضمرين الذين ينادون على الهجن. الأسبوع المنصرم انطلقت منافسات السن الكبيرة لهجن أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل. الثنايا تجمعت في منطقة التحضير لتبدأ التحديات عند هجن أبناء القبائل. الشوط الأول للإبكار المحليات لم تترك حلم لناصر بن علي بن حمد النعيمي أي فرصة لمنافسيها الذين ظنوا مع بداية المسار أنهم قادرون على التغلب عليها، ولكنهم كانوا مخطئين في ظنهم. فحلم ربما لم تتقدم إلى الأمام مع البداية، ولكن مالكها يعرف ما تحمله من مخزون وانتظر حتى آخر كيلو ونصف عندما أعطاها الأوامر الصوتية لتتسلل من الخلف وتنتزع الصدارة بكل جدارة وبفارق كبير عن أقرب منافسيها وتحرز النصر دون استخدام للعصا باثنتي عشر دقيقة وسبعة وخمسين ثانية وتسعة أجزاء من الثانية. حلمي طويل العمر في الحديد من سلالة انطاقة مختبر، أبوها ما شاء الله مختبر، أمها بتسرع. مشاركاتها؟ مشاركاتها السنة عندها ثلاث اشتراكات كلها سبق، اشتراكين في الساد سبق، اشتراك اللبس، وهاي اشتراك الرابع. مسافة 8 كيلومترات هي المسافة الفعلية لهذا السن، ولكن بنقول حلم قدمت أداء متميز خاصة في الأمتار النهائية، تصل إلى خط النهاية بدون تعليمات بأداء متميز. الحمد لله رب العالمين، توفيق كلمة الله سبحانه وتعالى ودعم معازيب بقى سبوق ما شاء الله. العام الماضي قوي تعاقلت من السماء وسمكناها، والسنة جهزنا هذا. الأداء اللي قدمته اليوم خاصة في الشوط الأول الرئيسي، الشوط يحمل دائما التحدي من بداية الستارت حتى خط النهاية، وصولها إلى خط النهاية بدون أي تعليمات بدون أي أوامر يحلها الأشواط الرئيسية قادمة إن شاء الله. صار الحمد لله رب العالمين بقى سبوق، وإن شاء الله نتأهل أشواطها قوية. ومصابة 8 كيلو أول مرة تشارك 8 كيلو، الحمد لله بعمل التوفيق. المشاركة الأولى لها في مصابة 8 كيلو، ولكن ثقة تامة وضعتها في الشوط الأول. والله وضعت الشوط الأول بقى السبوق ما شاء الله، وقلت بسجل الشوط الأولي، الحمد لله بعمل التوفيق من الله سبحانه وتعالى. هذا الشوط الثاني للإبكار المهجنات. هنا كان التنافس كبيرا بين معظم الأسماء التي شاركت في الشوط والتي تجمعت في مجموعة واحدة كبيرة. معظم المسافة تتناوب فيما بينها على التقدم والتأخر بضعة أمتار. والغزي لعبد الله بن محمد الشامسي تقود الركب، والوضيحية للسالم بن محمد بن سعيد العفاري تراقب عن كثب من المراقبين. الغزي توسع الفارق، والوضيحية تتخلى عن الحذر وتندفع للأمام أمام البقية فيدركون صعوبة المهمة عليهم. آخر الأمتار شهد صراعا على المركز الأول حسمته الوضيحية بفارق مريح وبزمن وقدره 12 دقيقة و51 ثانية وجزء من الثانية. والله بكرة ظنين بذي الظن فيها ظن طيب، وبكرة مالت مسافات مركضينها صغيرة حق جاي ثاني على السيارة، والقية فكيتها ركضتها سابقة عدة مرات وفكيناها، وضاخرينها بناها كبيرة ربيها كبيرة. السلالة اللي تنحذر منها الوضحية طال عمرك بنت جبار، ولد الشهامة بعيرة سيب الدحب وأخوانه، وأمها بنت الطايش. إنتاج شخصي من الإنتاج، ولكن وضعتها في الشوط الرئيسي ثقة تامة للوضحية، خاصة الشوط الأول الرئيسي دائما يحظى بالتنافس من بداية الستارت حتى خط النهاية. والله طال عمرك نشك فيها بالشك الطيب، ونريد نشوفها يعني نقيس الناقة، ما قد دخلناها في محتفلات أو مهرجانات، ولا والشوط الأول يعتبر يعني من نوع من أنواع المهرجانات. نحن بنقول نقترب من جائزة زايد الكبرى طيب الله ثراه والدعم الرئيسي لهذه الرياضة. بنقول التجارب الأولى في مسافة 8 كيلومترات يمكن الأسبوع الثاني تجربة أدتها بأداء متميز روضحية في هذا الصباح.
والله طال عمرك الناقة طيبة، ولكن شارت زايد الكبرى ما لنا مركضينها لأنها ما لنا جاهزة توها يعني، والمراكيض مهرجانات كبيرة، ولكن أخواتها إن شاء الله بنركض شارت زايد الكبرى. الأداء اللي تقدمه الأضحية خاصة في صباح هذا اليوم أداء متميز في الأمتار النهائية، يمكن يعطيك دافع للمشاركة في أشواط رئيسية قادمة في المهرجانات القادمة. نعم والله عاد ذي الظن، احنا ظنين بذي الظن فيها انها في اشواط الرموز يعني، نشك بذي الشك فيها، وسلالتها طيب وسلالتها كلها مسافات، ودائما هي من يوم صغيرة في المسافات اخر المسافات توقع اسرع سريعة. الاوامر جات منقول خفيفة في الامتار النهائي، يمكن الاوامر بسيطة في الامتار النهائي، بكر روحها تسد عمرها من اخر المسافة يعني تأخر الناق وخلف طرق، ودائما دفاعتها عند الوصول توقع عند دفاعة طيبة. المحافظة على هذه النوعية، انت تقول شاركت بها في سن الحجاج ولكن يمكن مشاركاتها جاءت خفيفة. نعم مشاركاتها خفيفة، مرة ركضتها في مهرجان ويا الثاني على السيارة وعقب ما ركضناها، والقية السابقة عندنا في الوقن 3 مرات وفكيتها في الحياء، وإذا السابقة هني وياي ثاني هني في الشوط الانتاج الأولي وركضناها في الرمز، ومن عقب وكانت فيها وعكة صحية، ومن عقب الرمز ما ركضناها. الشوط الثالث الجعدان المحلية، تتكرر السيناريوهات للجعدان التي جاءت للمنافسة تتجمع في منطقة واحدة بقيادة النيزك وشقا، ولكن الفارق لم يتعدى بضعة أمتار في انتظار الأوامر التي يخبئها كل مالك، وعندما يعلو الأصوات تتحرك العصا، ينطلق شاهين لعبيد بن محمد بن بدر العليلي بسرعة كبيرة ويتجاوز الجميع ويدخل أولا بزمن بلغ 13 دقيقة و4 ثوان و4 أجزاء من الثانية. الشوط الرابع للجعدان المهجنات، كانت الإثارة أكبر والنصر ظل مبهما حتى آخر الأمتار، مع وجود منافسة قوية بين الجعدان التي لم تأتي لتسجيل رقم فقط أو لمشاركة عابرة. ممدوح لخليفة أبو سلطان بن رشيد الكتبي يقود مجموعة المنافسة، ولكن صدارته لم تكن مريحة وكانت مهددة دائما من المنافسين خلفه، مع تواجد سلهود وموفق، وهنا تتطلب إدارة محنكة للمسار والابتعاد عن أي خطأ قد يكلف المالك الفوز، وهذا ما حدث مع ممدوح، يسجل اسمه كبطل للشوط رغم أن موفق لعبد الله بن راشد بن محسن لم يتركه ولازمه كظله حتى النهاية التي ابتسمت لممدوح ب13 دقيقة و4 أجزاء من الثانية. والله تعلمك هذا متوقعينه، دائما تفاجئ الجميع خاصة في الأمتار النهائية. والله يا طويل العمر السوق خليه يسوي مفاجآت، لا دور بعد السوق ترى. أداء متميز في صباح هذا اليوم خاصة في الشوط الأول الرئيسي، ما نقول للثنايا بأداء متميز، يا ليت تعرفنا بالسلالة اللي نحذر منها. والله يا طويل العمر سلالة ممدوح على يرد الواضح بير العاصفة. مشاركاته ما نقول في الأيام الماضية وين كان؟ مشاركاته دعمك سبق وثاني وسبق دومي بير ما يتنازل من الثلاثة الوائل، دائما في المثلث الموجود، لكن في مسافة 8 كيلومترات يمكن أداء كان بريحية خاصة لحوقه في الأمتار النهائية. والله يطول العمر عادة معدين إن شاء الله حق الكبرى وعطانا مشر طيب، وإن شاء الله مستملين أمل خير منه. اليوم شارك في شوط رئيسي في الكبرى، وين بيكون؟ أكيد بيكون في شوط رئيسي إن شاء الله. دعونا نتوقف مع الشوط السادس مع مزنة لسعيد بن يابر بن عبد الله الحربي، والتي فرضت علينا أن لا نمر على الشوط مرور الكرام، فالشوط كان ناريا ولم يكن لأحد أن يراهن على مطيته على حساب أخرى، حتى ظهرت مزنة في الكيلو الأخير وانطلقت كالسهم وتتصدر وتحافظ على مراكزها حتى النهاية، وتسجل أفضل توقيت في أشواط صباح الأربعاء ب12 دقيقة و47 ثانية و8 أجزاء من الثانية. أداء أم الفت لمزنة لم يكن ليظهر لولا المنافسات الضارية في الشوط.
الشوط الثالث عشر انطلقت معه أشواط الإنتاج مع الإبكار المحليات، وهنا سيطرت راهية لسعيد بن حمد بن مصلح الأحبابي على الشوط وقادة المجموعة المنافسة رغم وجود مضايقات كبيرة من بقية الأسماء إليها، وخاصة النصيبة لمبارك بن مغير الخليلي، ولكن راهية لم تستسلم وظلت محافظة على صدارتها حتى النهاية لتسجل زمنا وقدره 12 دقيقة و55 ثانية و4 أجزاء من الثانية. الشوط الرابع عشر لإبكار المهجنات إنتاج دار صراع المنافسين والمنتجين بين اسمين فقط، مزنة للسلطان بن هضبان بن مبارك العامري وغرام لعبد الله بن سعيد المري، أما البقية فاكتفوا بمشاهدة ما يحدث في الأمام. غرام تتصدر ومن خلفها مزنة مشهدا ظل على حاله حتى آخر 300 متر عندما خطفت مزنة الصدارة وحافظت عليها رغم محاولات غرام التي لم تنجح وباءت بالفشل، ولم تثني مزنة عن تحقيق ما جاءت من أجله لتحقق الفوز ب 12 دقيقة و47 ثانية و9 أجزاء من الثانية وبفارق جزء من المئة من الثانية عن مزنة لسعيد بن يابر صاحبة أفضل توقيت. الشوط الخامس عشر للجعدان المحليات إنتاج فارض المختبر لسهيل بن دليو الكتبي نفسه نجما على الشوط بعد أن تصدر المسار من بدايته حتى النهاية، تصدر لم يكن بفارق كبير ولكنه كان كافيا لمنحه النصر ب 13 دقيقة و6 ثوان. الشوط السادس عشر للجعدان المهجنات إنتاج سيطرة مشغل لهادي بن حويرب المنصوري على الشوط مع وجود مقاومة شرسة من غازي لسعيد بن خليفة العليلي الذي حاول بكل ما أوتي من قوة لخطف الفوز وتقدم عليه في بعض الفترات، ولكن مشغل لم يكن يكترث لهذه المحاولات، فهادي المنصوري يعرف تماما اللحظة المناسبة والحاسمة للطلب من مشغل ليتقدم ويهديه الناموس، فكان له ذلك ب 12 دقيقة و49 ثانية و3 أجزاء من الثانية وهو أفضل زمن سجله في منافسات الجعدان. منافسات كانت مثيرة وممتعة في ملتقى سن الثنايا، نقول الناموس لكل من تنومس وقدم مستوى ولا أروع، ونقول كذلك الناموس لصاحب أصحاب المراكز الثاني والثالث والرابع لأنهم قدموا أشواط مثيرة ممتعة في هذا الأسبوع، والكل يعد العدة للملتقى هناك في ميدان الوثبة. نبدأ مع حلم حققت الحلم أبو محمد لناصر بن علي بن حمد النعيمي وانتزعت الشوط الأول. والله نحب نبارك ونومس أبو خليفة الراعي حلم على الأداء المتميز اللي ظهرت به ما شاء الله الذلول، فاليوم يعتبر عندهم مفحام ما شاء الله، ما يعتبر مكان مركاض وضغط، ناقة سبقت عصافة بطانها بكل رياحية، ناقة ما شاء الله شكل طيب والأداء أطيب، فنحب نبارك ونومس الراعيها وهطل عمرك إعداد المهرجان الكبرى اللي على الأبواب. فدائما أبو خليفة الشوط الأول يوم تسبق المطية برهو وبأداء وبأقل مجهود وعصاه بطانها، تأكد كل التأكيد أن رعيها يرسم لها هدف، والهدف هذا واضح للمشاركين اللي هي استهداف مهرجان الكبرى. الله يطول عمر الشيخ خليفة ويطول عمر الشيخ محمد وإخوان حكام دولة الإمارات اللي الجوائز المغرية المليونية يلحقون شاركوا في هالركض شاركوا في الكبرى. نعم يلحقوا، بالعكس طلع عمرك تجهيز المركاض المركاض الكبرى، مطية سبقت يا أبو خليفة بريحية، ناقة سماعتها مبندة وعصاه يبطانها. أبو محمد يلحق يعني هالمطية بيلحق يجهزها حق الكبرى ولا؟ نعم. ما يلحق. لا يلحق عنده وقت. صعبة يا أخوان. والناقة طال عمرك اليوم انفحم مو مركض الناقة. يلحق اليوم هو شارك يعني اليوم نحن نقول تاريخ كم هذا الركض كان يوم الخميس. عندنا تاريخ 20. 11 يوم. 11 يوم. عندنا طال عمرك تقريبا 14 يوم أو 13 يوم. أحسن ركض هذا الكبرى. فالسجل الكبرى لازم يركض. أنا أسأل لأن أنا ما عندي المعلومة تلحق. تلحق بمحمد والله شوف كل حد له عند وجهة نظر في الموضوع. مركاض 8 كيلو مرحلتين، مرحلة قبل أسبوعين نعم والمرحلة الثانية اللي هي أمس. أكثر الناس اللي يبون يشاركون في مهرجان زايد وتوفقوا شاركوا 8 الأولى. الثمانية اللي أمس فيها صعوبة شوي يعني ما يبغيها المالك، لو أنه سلم من مطيته وشاركها في المرحلة الأولى يبغي،
لأن ثمانية اليوم وثمانية بعد 11 يوم فيها شوية. لا مش 11 لا لا أكثر أكثر من 11 تاريخ 17 مشاركوا. نعم عندهم مقاربة 10 يوم بتكون تقريبا تاريخ يمكن 1 ديسمبر يعني 14 13 يوم 13 إلى 14 شو شو أبو خليفة أداء أتوقع أداء يعني تكون قريبة. أنا هاي وجهة نظري ما تلحق شباب ما تلحق أبو خليفة شو أداء الحلال اليوم بس ممكن يأثر عليها أبو خليفة شو أداء الحلال اليوم اللي أركب يا أخوي اللي عنده مطيبة يشارك كبرى هناك فوق 50 رمز شفت المركاض اللي قبل كبرى مثل مثل المركاض المرموم أو المسافة 8 كيلو إذا الرياض عمرك راعي المطية ما بغي يركض في 8 كيلو في دورات فرعية يقدر يأهل مطيته في 6 كيلو وجهزها للكبرى بس نعم. اليوم مركاض 8 كيلو بالعكس في حلال طال عمرك طيب. أنت تقول تلحق تلحق ولكن أنا ما أيد يعني ما تأيد بو سلطان أنا بفسر لك بقى تمر عليه وقت شوي من الوقت كله لك بسلطان لأنه أعطيك وقت أنت أنت تقايس الوقت علينا وجهت أكثر مضمرين أنا أقول المطية اللي جاهزة هو زين لها لكن وقت هذا البوش هذا مو بجاهزات مو بزين مو بزين يركض في الكبرى السبوع هذا اللي مركض السبوع هذا لا ركض السبوع هذا مو بزين يركض أما طعمك لو مثل ما تقول اختاميات وقل يوز أنا طعمك مطية جاهزة كده يقصد الكبرى هو أنا أقصد الكبرى الحين شاركت الكبرى الحين أقولك لا أقولك البوش الحين اللي شاركنا السبوع القبلي أفضل بيكون نتيجة تربط أيوه. أفضل عندها تقريبا 20 يوم أنا البوش طعمك هو جاهزات الجهوز اللي مرة فمطية منتجز ما عليها من ركض طيب منتجها جهوز كامل ما عليها من ركب أبو سالم على نفس الموضوع تعقيبك والله أنا أقول طعمك هذه للحول ما عليها من 8 كيلو في الركض لكن الأشخاص اللي يبغون مثلا أشواط الرموز من سالم بن متعرض وربعه راحوا يشركوا في 6 كيلو يبغون مطاياهم طعمك في 6 رياح لأنهم مطاياهم متهلة وفي بعض الناس طعمك عندهم مطايا مش متهلة فمضطر أن يركضها ولا في الوثبة ولا في المرموم ولا في الدور لأن الست المصنفات كتاهيل لأشواط الرموز نعم إحنا مثل حلم شفناها سبقت اليوم بريحية يعني عبارة مثل برد على سبق حلم لأن بناقش موضوع سبق حلم لكن بس مخرجنا عطنا الكادر على سالم المتعرض وانت قلت مثل سالم المتعرض ورابعة من هو رابعة رابعة اللي بيشاركون عنده في أشواط الرموز هو مشارك في شوط الرمز؟ نعم مشارك في شوط الرمز. لا أنا شوف أنا شو قاعد أشوف على الشاشة مو بهو ريا أربيعنا. في شيء في شيء غير عنه. سالم المتعرض. في شيء في التركيبة مختلفة. فرحة. عنده فرحة. فرحة بالاستلام. ناموس السبت. استاهل خير. وناموس الذلول. الله يطول عمرك ناموس كوار. شوف تدري ليش؟ أنا بخبرك. هو ممكن فسر لك على برنامجه هو لأنه كان مسجل في ميدان اللبسة في 8 كيلو. فأول ما تغير البرنامج في ميدان لبسة 8 كيلو حلو على طول سام متعرض حمل الذلول طعمك في ميدان لبسة وداها الساد أنا مثل ما قال أبو سلطان لأنه يبغي الستة شوف ما بجاهزة علي بجاوب مثل ما جاوب أبو سلطان لا أنا جاوب نفس ما جاوبت أنت لا بتوضيح ليش الحين مثل ما قال أبو سلطان يعني كلام أبو سالم مش واضح لا واضح ليش مو واضح لا واضح يقول واضح توضيح يعني كلامك مش واضح لا نسمع كلامك واضح لنا ما دام طرح اسمي في الموضوع اليوم الحلال بشكل عام الصغير فما بالك في الكبير تو بداية الموسم يعني هذا أول مهرجان نعم. فاليوم الحلال مو بجاهز الجهوز اللي ممكن يعني تقول أنت تقايس لحلال الكل ولا الحلال لا الحلال تفكير مضمرين لا الحلال الكل دقيقة أعطونا فرصة حلال الكل مثل ما تفضل أبو سلطان لو أنت لحقت على أولي تكون طيتك أجهز وعندها فترة اللي تشترك مرة ثانية ثمانية سوت أيوة إذا يتك أقدار والتزمت بس بهذا أنا أقولك أتوقع أكثر اللي شاركوا في الثمانية القليل منهم بيشارك في الكبرى في الثمانية بالذات الثمانية القليل. إذا هو أول اشتراك القليل نعم بتشوف القليل ليش لأنه يأثر الثمانية مو بسيط وهي مو بجاهزة مثل ما قال سلطان لو هي عندها اشتراكات يعني قبل ما تقول أول مركاض لها أو أول مفحام على الثمانية ثمانية يعني. ثمانية 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 كيلو يعني وبتردها بعد 11 يوم 12 يوم ثمانية ما بسيط أنا وجد أشواط الرموز هنا وضع خاص أنا أتوقع أبو خليفة على كلام أبو محمد اليوم أشواط الرموز صارت مفتوحة ما فيها فحوصات فأتوقع المطية اليوم إذا بعد هذه النقطة إيه نعم إذا اليوم أركضنا الحال وبعدين نشوف الكبرى يقول لك والله الكبرى من كل حال مو بجاهز اليوم ما حد بيروح في مهرجان وفي رموز وفي تجمع أبناء الخليج كلهم ومستهدف جوائز مليونية فمنو اللي بيروح للمركاض مو بجاهز اللي مو بجاهز
بيرك طعمك والدور الفرعية الحلال يعني تقريبا جهوزه 80% أو 70% أركاب مركضات في الدور الفرعية، محملات دور بعيدة جاهزات أركضن اليوم في الثمانية. ليش مسالم مشارك على الستة؟ مسالم يمكن عنده استراتيجية. لا ما عندي استراتيجية ثانية. لا 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 أنا حالي من لا، بس الظرف اللي وافق الثمانية الأولى ما توفقت فيه بصحة صحة مطية، فيوم ياني الثاني وجهة نظري كان في مطيتي صح. مطيتي مشتركة 3 اشتراكات من 6 يعني يغنيها أنها توصل 8 بأريحية. وصلها في 8 توصل توصل لا 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 6 تشترك مطية 3 اشتراكات وجهة نظري يكفنها تقدر تشترك 8 لكن خله هو اللي هو الاشتراك القوي لا تزيدها لا تزيدها الدوني هذا وتتعبها للرسمي. بس أبو خليفة كلام سالم واضح أن اليوم له أمس أركض مطيته في 8 بيكون في الكبرى أداها أقل لأنها بتعطي مجهود في 8. أيوة. فهو اليوم خلها على 6 لأنها هي مفحمة من 8 وعندها تفاحين من 8 ومن 7 فأردي بتدي في 8. بس أبو سالم طيب. 8 اليوم ما حد بيجهز مضيتها الرمز وبيطلب منها مجهود في دورة من 8 اليوم أركض زي العرب أنت رامز ما تعرفه من الحين أنت ما تعرف عقليات لا 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 يتشابهون. أنا اللي أقصده طبعا كان في أنظمة راعي مطية أركضت من 8 وانا مستهدف بعد 14 يوم شوط رمز بتدور مطيتي على اقل اريحته بتي في نص الشوط او يمكن بعد ورا نص الشوط لان عندي شوط عادله وحاسب الحساب مو بلازم اني اركض واسبق لا هاي عقلي ترعى الرمز يعني انت يمكن عندك مطيه تروح لحظه بالتعب. عند رامز انت مش الحين تتكلم بشيء كأنه فيدك مطيه ما هي فيدك مطيه من تفتك من الستار شورها في راسها على المسار طريقه تركضها مسارها ما هي نايمه وراء وخلها نائمة توصل أبو محمد تروح في الركاب أبو محمد نحن يعني شفنا كل شخص يعلم مطيته أبو محمد نحن تابعنا الركض ولا مطية راعتها سيف ولا رمز بدون ما يعابلها راعيها أيوة. ونشوفها تسبق وتكون في مثلث الذهبي أيوة. تيطع عمرك 7 8 أيوة. بغل مجهود دور طعمك تطلع طريقتها هذا كل ما في لا مطية لا 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 قول لي مطية سيف طلعت الحين هذه رسمية تتجهز وتسبق عصاتها في بطان طريقة ركضها كذي الوسمية أيوة. مركاض عليها مجهزة راعيها مثلا الوسمية أو غيرها أقول لك بس في مطايا مثل ما تفضلت رعيها طلب تروح وراء وين ما عاودها رعيها تمت وراء في النص وفي مطية تروح راس مرة أيوة. بس أبو سلطان يفرق أنك تطلب من رعي الوسمية يطلب منها سبق يدق أنا قلت حسب تنهي ما يدقها سبق عصاتها ببطان ففي حلال لكن يسبق رامز في بوش يشيل رواح حل يشيل من الجهازات تروح حتى الحلال حتى من الجهازات في بوش لحدها يشلها يشلها نعم أي نعم وتبذل جهد أي نعم سبق حلم بدون أوامر حلم منفحمة سبق تفحيم عندها منفحام طول هذا بدون أوامر هذا مفحام مثل الحلم ما شاء الله تبارك الرحمن بنشوفه هني قياسة قياسة عند راعيها عند راعيها هو درابها ممكن على هذا هو درابها نشوفها في الكبرى ممكن عادي نشوف ممكن أكيد. ممكن تشوفها تظهر بصور غير هالصور اللي ظهرت فيها بالمرمى ممكن تبذل ركض مغاير لأن طعمك الكبرى مفتوحة وأشواط رموز واليوم بيوم مطية في فترة طفرة العلاجات ما في مطية عمره كان يتعبها ركض أو يقلها ركض طيب أبو محمد ننتقل لشوطنا الثاني نقول المضيحية ما أن من الجنوب نعم وبن عم وبن عم نعم وما شاء الله يعني أشوف السنة هذه من بداية الموسم والميادين الجنوبية ما شاء الله انتصارات للملاك في مختلف الميادين سواء في الشمال في أو في المرموم أو في الوثبة حضور نعم حضور قوي هذا يعطينا انعكاس أنكم بتكونون أنتم خطيرين طبعا لكن بس السنة بيزيد شوية هذا طال عمرك أنتم متحفزون دائما الإعلاميين تطلبون دائما القطاع الجنوبي تخبرون وتخبرون لأن اختفيتوا السنوات الماضية لا ما كان في اختفاء لا لكم اختفاء في التمهيديات طيب طيب كنتوا في المهرجانات طيب ظهرتوا ظهور طيب لكن طيب في التمهيديات السنة أفضل بكثير على السنوات يمكن الماضية يمكن بنضاعف النتائج لا يمكن عندكم ما شاء الله زاد الحلال زاد الحلال سبك نهني يا حماد بن محمد بن سعيد الدبية العفاري وإخوانه وأنجالهم الكرام حقيقة على هذا الفوز هذه بكرة من البوش الطيبة حقيقة مثل ما تفضل أبو سعيد بكرة لها ماضي طيب في الحقائق وفي السنوات لكن دائما كبار الملاك وحمد منهم كبير الله يسعون دائما ومبتغاهم يحضرون في المحاضر القوية مثل شواط السيوف ومثل كأس الثنايا كأس الكؤوس هذا مطلب كل مالك خاصة من يكون يعني عزبه لها ماضي طيب مثل عزبه بالدبية فالوضحيه شفنا امس نتيجتها تبارك الرحمن ركضها طيب
شكل عون ولوم مثل ما قالوا, وسلالة طيبة. صحيح. سلالة تطعمك سلالة رموز دعير عند سيب بن الدحبة العفاري ولد الشهامة أبو جبار وأم الشهامة. نعم جبار وأم الشهامة دعير سيب الدحبة أبو سعيد اللي أخذ الرمز العام العفاري. نعم الحين قبل شوي كان عندنا برا خت هذه خت غزر خت بكرة بن 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 مصلح وخت البعير اللي أخذ الرمز الشهم الشهم وفي بكرة بعد عندهم بكرة هملولة بكرة مرشحة وما بن طايش يقول وامها بالطعش. نعم بعير بالدبية. فبكرة شفتوها مستواها طيب تبارك الرحمن نهايتها طيبة, لكن شو قال لك؟ قال لك ما بشركها. اها مثل ما قبل شركنا بالثمانية قال ما بشركها في الوثبة. خلاص تو جهوزها البكرة ما عندها مداها مركضة من الثمانية هالحين ما اقدر اشركها, لكني بشركها ان شاء الله بشرك خواتها الثانيات في العزبة في الكبرى. هلاك مشاركنا بالستة. اي نعم وبيركض هنا بيركض هنا هناك مرقوم الستة. لكن حمد ليش بسالم ابو محمد يقولون من الثمانية بيشاركوا يعني وجهات نظر انا ما فهمت بيشاركون على بايدين. احنا شفنا الملاك المضمر او المالك هو له القرار يعرف مطيته وجهوزها. هو يعرف مطيته بدبي يمكن بدبي طعمه كناقته مو بجاهزه ويا اهلها طعمه كل مراكض الجايه لو الناقه طعمه كانها جاهزه وعطت على ما ابغى بيروح بها الوثبه. حمد بن الدبي انه مسلم ونهنيه والله يرحم ان شاء الله حياه ابوه مؤسس له ابوه طيبه منهن شاهين وماته وطاش وغيره. هذا البعير اشتراه هو حمد من 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 السودان يابا. صحيح. والبعير يوم يابا طعمه ركضه قوي وانتاجه افضل من ركضه وبناته العرب في الينوب طعمك استفادوا منهن وباعوا منهن وانتجوا منهن. نعم. وغزر اللي هي طعمرك الوضحيه قدامها اخواته من الفحل بعد بوش ناقة بن مصلح مروحة بستة سبعة مليون ومنهن الشهم صاحب الرمز في اختامي الوثبة ومنهن هملولة ومنهن مشغل وغيرهن كثير. سلالة يعني سلالة ركض. لكن حمد بالدبية ناقته ما جهزها للمكرمة لكن في المهرجانات الجاية مثل مهرجان البيستوي في قطر بعد كم يوم, مهرجان أبو خالد الله يحفظه, مهرجان دبي, بيكون طعمك بكرته جاهزة ومستعدة. نعم. وبتشترك في شوطة وبنت جبار يعني من يفتحوا لها شوية الركض بيقول طعامك أداها أفضل مئة مرة من الأداء هذا اللي نشوفه. وبعدين هو قاسة قال إحنا جسناها في شوط مفتوح عبارة وشفنا أداها طيب, يعني مهرجانات الجاية بتكون موجودة. أتمنى لها التوفيق. نعم. نروح مع شاهين والسلالة الشاهينية أبو السلطان عبيد بن محمد بن بدر العليلي الناموس 13 دقيقة و4 ثواني الشوط الثالث. نعم. تهانينا طبعا بن بدر على فوز شاهين. كان يقعود هذا العيال عامر بن عم هيك في المقدمة, لكن ما شاء الله قعود بن بدر لحج في الأمتار الأخيرة. نعم. وانها نهاية طيبة وحن نهني بن بدر وهذا القعود من العام لنتائج زينة هو بتوه. نعم. سبوق وينافس دائما واليوم ودائما يلحقنا في الأمتار الأخيرة. اليوم وصل مسافته الكافية الثمانية وهذا بيكون الأصيب. ونحن نهنيه ومبارك له وسلاماتنا له الراعف أظني يعني على هذا الفوز والناموس. وبن بدر معروف راعي بوش طيب. صحيح. هاي قوم بن بدر كلهم سوان الشاعر حميد وعياله ولا الربعة البعيد هذا عندهم بناتهم صيحان عندهم بوش طيبة. طيب. سلالة طيبة طال عمرك. فشو من الركض هذا طال عمرك الثمانية همس الناس جهزوا لشابهم عدوهن, لكن فيهم كثيرين من اللي قال لك انهم مشاركة يعني مطيطة توها مشاركة بشارك في الرسائل الفرعية هاي طال عمرك. والركض إن شاء الله الجاية يجهد. إيه نعم مثل مركض محمد بن زايد وحمدان بن محمد مركض البسون إن شاء الله في دولة قطر الناس بيعدون وبيجهزون. صحيح. الحين جهزون شابهم. صحيح. أنا مطية أبو خليفة من تجهز ما عليها من ركض, لكن إذا تعبت وهي هو بجاهز وبذلت منها جهد شوي يأخذ منها جهد. تأخذ منها. هي تملع. أنا الموسم غدي عندنا سريع. إيه نعم. الموسم في الركض غدي سريع. يعني الحين تونا بادين في بداية الموسم شهر تسعة الحين قد جاتنا الكبرى بعد الكبرى مهرجان وراء مهرجان متراكتة. نعم. يعني نخف المهرجانات يعني نخف المهرجانات لا ما تخف المهرجانات. لا. لا ما تخف العكس الله يطول عمارهم إن شاء الله أنهم يزيدن بعد الله يطول عمارهم. لكن احنا طعمك بعد في ناس في ناس ركضوا في الستة. لا احنا ما نقصد هذا ركض عادي ما بركض رموز. احنا إن شاء الله نقول بعد طعمك اللي هو نهاية الموسم الاتحادات الخليجية هم يجتمعون ويسوون روزنامة للركض وتكون. نعم. روزنامة طعمك في تأخير في الركض لين شهر أربعة وخمسة ما عندهم مشكلة. ترى أنا أمس في الله يطول عمر الشيخ خليفة وإخوانه
ركضنا في رمضان في الوثبة وكان الركض ممتاز. العرب استانست واستفادت وركض وناس وركض طعامك العرب صايمين واليوم تجهز تراك إذا أنت ما عندك في خلة ترى أخوك اللي بيسبق وبيتنومس ولو سبع رمضان وقبل رمضان طعامك الركض الحمد لله كله وقت طيب أربعة كله بارد وخمسة كله بارد الحمد لله يعني احنا يوم ركضنا في رمضان قالوا العرب رمضان والله يطول عمرهم الاتحاد ما قصر وسوى ركض طعامك العصر كل ليلة عصر كل يومين كل مركاض يومين واستانسوا العرب وطمشوا واختفى رمضان طعامك مني ركض ومني صوم ومني وناسه خطاف فاحنا ليش نقول احنا مره كذي الخمس وين انت ليله 27 بدون ما نحس ما نعرف كيف صح ولا لا الشهر خطف فاحنا نقول ان شاء الله ان بعد طعامك المهرجانات هذه السنه يجتمعون ويطبقون طعامك النظام المهرجانات ويكون كل مهرجان العرب طعامك عارفه تاريخه ولو تاخر المهرجانات افضل لجهوز المطاير. طيب شو رايك نروح الممدوح بسم الله لخليفة سلطان بن رشيد الكتبي كانت منافسة شرسة واستطاع أنه في الأمتار الأخيرة أنه يحافظ على السبق وممدوح اسم على مسمى. والله خليفة بن سلطان بن رشيد دائما طيب عمرك هذا شعار معروف في عالم سباقات الهجن وشعار له حضوره وله تميزه ولا لا يستغرب طعامك من السبق أبو غريب عليه السبق عليه طعامك هذا باكر من ابرز المرشحين راعي مضمر الوسميه في شوط السيف نعم. وفي باقي الاشواط وعلي بن سلطان بن رشيد علي اطلق عليه كاسات شوف دكتور الاصائل وكم لقب يعني عنده من يركض من الحجايج علين البوش الكبار وركابه طعمك ما يختلنا يوم يحصل السبوق هذا مضمر حفله ناقد زايد الله يرحمه يوم العرب طعمك ما تي بركابتين مضمر وصايف وخدت هذه الثانيه بعد يوم ركضنا في ند الشبا يوم روحت مسيكه بكره الشيخ عبد الله بن خليفه روحت طعمك وسرحت في الشوط وكان يضمرها الشهواني من لحقه فوق الخط اعطونا اخر لحقه طول عمرك كيلو ولا 500 علي بن سلطان عليه شو اسمه هي وحبل لك فتشه وحده وخيال فتشه روحها في الشوط وخيال نعم يوم لحقت هي مسيكه هي روحها نعم روحها في الشوط يعني الرجال محصل السبوق اي نعم لكن السبوق لها دور يوم تيجي وتغيب عنك ابو سلطان نحن الحين خلنا في الشوط ممدوح نعم ممدوح وشو اسم البعير اللي وياه ويا ممدوح كان في منافسة في الأمتار الأخيرة بينهم لكن استطاع بصراحة دكتور لصالة أنه يحافظ على ذلك القعود اللي حجو عنده رهو هذاك الغد فيه نعم شوف لكن طعمك الجعادين اللي عنده ولو وصل هاي القعود وصل قريب عليه يعني تنافس ويا منافسة قوية لكن ممدوح احتياطي هو اللي خلاه بعد يعني حتى أوامر خفيفة نعم القعود اللي وراه شوف يحاول قعود أدى أداء طيب وركة طيب لكن ممدوح لما اعطيته الاوامر دفع نعم. نهني علي بن سلطان عنده نهايه هذا والده وعياله كلهم وسلامات لاهل العويل معود انهم الشعار على اهل العويل بالسلامات. عندكم مداخله اخيره على الثنايه ولا ننتقل للحول؟ قعود بن ديله لا سل الحول قعود بن ديله اظني على قعود ما تبون مزنه نتكلم عنها مزنه افضل توقيت والله نعم 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 ابو سلطان لا خويك نسيته لا مو خويك ترى ما انساه ها افضل توقيت على المزنة سعيد يابر مفضور انا قايل لك انا 1247 راعي صاحبه افضل توقيت هل تذكرها بحق منو تكون نسيت تراك بسلطان انا يعود لك الانسان ينسى ما خلاص انا ما مدوح اقول نعم توي مخلص خذ الجو كله ممدوح عنكم اعطونا الشوط رقم لا اوتوماتيكيا لتكسر التوقيت رقم 6 لتكسر التوقيت نعم 6 اي نعم من حقه وحق راعي صحيح صحيح تميز اي نعم تميز الشعار الاصلاوي والله سيد يابر ما بغريب عليه انس لا يبال رقابه الشعار هذا ينزل لا عنده بعيد اقوى مرشحات صح عنده حلال طيب نوعيه نعم الناقه بعدها ما جزت الدانه بعدها الدانه هم مستعده الدانه طعمك من ركاب الخطيره لكنها بعدها اقوى مركبها هم مستعده يعني مأشرها مأشر طيب وتيمها تيم طيب هذه ناقه طعمك اداها طيب وتوقيتها ما شاء الله 47 نعم ما تسبق الا السبوق في هذا انفردت ما شاء الله لا شعار شوف هي هاي البكره يوم حضرت وسجلت اكثر وبعيد يوم حضر سجل افضل توقيت نعم. على الحول والزمول 45 يوم بدون اوامر ما شاء الله شوف نعم. ابو سلطان ناخذ عند علي سلطان هو بعيد بعد العام للامانه في شعارات نعم ولا قصورهم في العرب نعم عندهم نوع يعني يدخلون المطايه نوعيه يعني هاي المطيه يوم يشتريها يشتري
مشترى لهدف واحد. نعم. هذا الريال منهم. هدفه رمز الريال. إيه. أقولك. الناقة اليوم في السن هذا في سن الثنايا بتكون الأنظار عليها. نعم. وبالأخص من الناس اللي عندهم ثنايا في في نفس السن. نعم. عينهم على البكرة هاي بيتابعونها. لأن يوم من الأيام بتكون عندهم الشو. الحين مطيتين عند سعيد يابر ولما مقطوع من كلامك أبو محمد في الكبرى الهن عليهن مراقبة وايد. البكرة هذه وبعيد. وبعيد صح. نعم. صحيح. هذه اللي طال عمرك. نعم. وبعيد بردير مبهر. هاي الزمول من أقوى الزمول بيكونون في هجاج سعيد الكبرى. مبهر وبعيد من سعيد يابر هاي الزمول. لا الحين من أصحاب الزمول. الحين الريال هذا أنا يوم تكلمت في الموضوع دي. نعم. الحين الريال هذا يركض في تقريبا الأشواط العادية كثيرة لا. لا يعني يتنقى حلال يختار يشتريه الهدف لهدف الرمز. نعم. فأكيد من يركض وخاصة ما بالك حقق التوقيت المميز فمعناته بيكون مراقبة عليها الناقة إذا بتركض وعندها زود مبكر المهلات. نعم. مهلات لكن السبق الله يعلم به. أكيد خلص السبق عند الله. نروح لسن الحول والزمول وآخر مواعيد المنافسات و في التحديات الكبرى التي ستكون أو التي تابعناها هنا في ميدان المرموم كانت كذلك مع سن الحول والزمول لهجن أبناء القبائل منافسات مثيرة تحدي كان كبير ونتائج كانت متوقعة ولكن الأجمل أن هناك تشويق في كل شوط من هذه الأشواط. دعونا نتابع. صباح الخميس كان موعد منافسات الحول والزمول لهجن أبناء القبائل 16 شوطا أقيمت على مسافة 8 كيلومترات وشهدت منافسة قوية بين مختلف الشعارات. الشوط الأول للحول المحليات ظلت لغز البطلة الحائرة دون حل فتركيبة السبوق توافرت عن معظم الأسماء المشاركة وخاصة الشايمة لمحمد بن سعيد بن مصلح الأحبابي والتي لها صولات وجولات في سن الثنايا سابقا وشذا لسهيل بن نهيان العامري بالإضافة للمارية لسعادة مطر بن حمد بن مطر بن عميره الشامسي. كان الأمر واضحا للجميع النصر لن يخرج من هذا المثلث ولكن يبقى السؤال لمن سيذهب والجواب كان مع المارية التي حاسمت الصراع لصالحها وبفارق كبير عن البقية مسجلة زمنا وقدره 13 دقيقة وأربع ثوان وسبع أجزاء من الثانية. والله الأشواط كبيرة صحيح وثمانية كيلو تعرف والناس تأهل وتجهز تعرف الكبرى على الأبواب حاليا وكل يجهز مطيته والمارية يبينها للثمانية نحن اليوم الحمد لله تيملت وسبقت الأداء اللي قدمته ونحن على الأبواب على جائزة زايد الكبرى يأهلها للأشواط الرئيسية. والله راضين عن أدائها ومونا نأهلها نحن للأشواط الرئيسية والناقة لها ماضي العام صاحب السيارة وفي الثنايا بعد ما أخذ السيارة ونأهلها إن شاء الله للرموز نقول إن شاء الله مشاركاتها نحن على أبواب على في الكبرى. وين بتكون المارية؟ هل بتكون في الأشواط الرئيسية؟ والله نقول إن شاء الله في الأشواط الرئيسية إن شاء الله لأن شارزة الكبرى مثل ما تشوف السنة سووا 50 رمز إذا شفت البرنامج 50 رمز ما قصر الشوق طول عمارهم وبنشوف لها رمز من رموزها إن شاء الله في الحول وإن شاء الله أنه برموز إن شاء الله. الأشواط الرئيسية خاصة في صباح هذا اليوم بنقول مسافة 8 كيلومترات لاحظنا التنافس والأشواط ير من البداية حتى خط النهاية. والله يا أخي التنافس سالم أساس الناس تبغي تأهل تعرف الرموز وشاردة الكبرى لازم تأهيل والناس جايين يأهلونني يعني لازم عندها سابق الناقة ولا مقر السيارة العام أساس تركض في الرموز وشاردة الكبرى وتشوف أن المنافسة قوية في المركز اليوم. نخبة الحلال والأسامي أيضا اللي هي سجلات حافلة شاركت اليوم يمكن هي التجارب النهائية قبل الكبرى. والله يا أخي لازم يأهلون يسمى لأن الكبرى قريبة ما قلت لك على الأبواب ولازم أن المطية تشترك على الأقل اشتراكين ثمانية أساس تقدر تشترك في الشارع زايد الكبرى تعرف كان ستة مركاضين الحين من مركاضين ثمانية. الشوط الثاني للحول المهجنات اختلف المشهد مجموعة من الحول تتجمع في المقدمة وكل مالك يراقب مطيته من جهة وعين أخرى على خصومه من جهة أخرى. أسئلة تدور في الأذهان هل ندفع الآن أم ننتظر؟ من أين سيأتي الخطر؟
هذه الأسئلة لم تجد لها جواب سوى عند سراب لعلي بن سالم بن علي الكتبي الذي قرر أن يدفع بها في آخر كيلومتر ويخوض المغامرة التي نجح فيها رغم مضايقة تعابير لمصبح بن ثاني السويدي ليدخل أولا باثنتي عشر دقيقة وتسعة وخمسين ثانية وخمسة أجزاء من الثانية. تنافس أسفر عن تسجيل أفضل توقيت في أشواط الصباح، وهذا الشوط الوحيد الذي كان زمنه أقل عن 13 دقيقة. الشوط الثالث للزمول المحليات لم يترك شهار لعلي بن راشد بن سيف الغفلي أي مجال للإثارة في الشوط أو المراوغة، فالهدف كان واضحا والزمول كانت قادرة على التقدم والحفاظ على المركز الأول دون أي مضايقة، وهذا جعلنا نشاهد عزفا منفردا من شهار الذي أمتع مسمع المشاهدين ومضى ليسجل اسمه في سجلات الفائزين بثلاث عشر دقيقة وخمس ثوان وجزء من الثانية. شهار طال عمرك ولد مياس بوعقال بعيد حياة حمدان بن راشد الله يرحمه، وشهار سبوق من العام ما أخذ موتر، والسنة ما شاء الله الأسبوع قبلي سابج يعني ما تقول سبقه ما شاء الله شوف العين. اليوم التجارب النهائية بنقول قبل الكبرى، الاستعداد الأخير قبل الكبرى، هل أنت راضي عن أداء شهار وخاصة أنه قدم أداء متميز والشوط اللي قدمه يمكن يأهل الأشواط الرئيسية؟ نعم ركضه طيب وركضه طال عمرك، يبشرنا أن السنة إن شاء الله بيكون له بصمة قوية إن شاء الله بإذن الله تعالى، لأنه ركضه قوي في المراكز الحين اللي نحن بعد ما دورنا منه الركض اللي هو بيكون في الرئيسيات له إن شاء الله أنه وصله إن شاء الله، إن شاء الله نقول تمنى ذلك من الله. اليوم الأعداد الهائلة بنقول شاركت على أرضية هذا الميدان، ممكن أسامي نخبة الأسامي شاركت قبل الكبرى الاستعداد للكبرى. والله طال عمرك اليوم الركض معروف أنه طال عمرهم يوصلون الثمانية كيلو، أنهم بيكون إرشاب لهن وصله ولهن ماضي، واليوم يبين هذا الشيء الاتيام والركض القوي اللي حضرنا، وإن شاء الله نحن كلنا بعد إن شاء الله بصمة معهم. الشوط الرابع للزمول المهجنات كان التنافس بعدد أكبر من الزمول وتنوع أكبر من الشعارات، حيث ظل الفوز حائرا بين خمسة شعارات حتى آخر 800 متر عندما انفرد مناسب لخليفة بن سعيد بن عبيد الحميري بالصدارة ووضع فارقا كبيرا بينه وبين خصومه ليصل أولا بثلاث عشر دقيقة وثلاث عشر ثانية وجزء من الثانية. مناسب طعمكم بن شاهين وأبوه مناسب بين حياة حمدان بن راشد. نعم مشاركاته بنقول مع بداية هذا الموسم ماخذ سيارة في رئيس دبي مني، وجاي ثاني على السيارة في الوثبة في الرئيسي. مشاركاته في هذا الموسم مشاركاته جاي ثاني ويا ثالث واليوم سبق. اليوم مسافة الثمانية كيلومترات ويمكن المسافة أو التجارب قبل الكبرى، هالمشاركاته وين بتكون في الكبرى إن شاء الله؟ إن شاء الله ما والله لأن الحين ما أقدر أقول لك، لأن الحين ما أقدر أقول لك أسير. أداء اللي قدمه مناسب في صباح هذا اليوم أنا ما أدري وين الأداء اللي قدمه، ونقول اليوم في مسافة الثمانية كيلومترات خاصة في الأمتار النهائية يهل الأشواط الرئيسية. نعم يهل أنا البعيد حق مسافة طويلة. الشوط الثالث عشر للحول المحليات دخل فيه المنتجون وحدهم في المنافسة، وتمكنت بشاير لمطر بن حمد رعشيجة العامري من فرض سيطرتها على المسار دون أن تجد من يحرمها من تحقيق الفوز الذي كان لها بثلاث عشر دقيقة وأربع عشر ثانية وستة أجزاء من الثانية. الشوط الرابع عشر للحول المهجنات قادت مرضية مجموعة المقدمة بفارق مريح عن بقية الأسماء التي تجمعت خلفها بعدد كبير حتى الكيلو الأخير عندما صدرت الأوامر وتحركت الحول وتجاوزت مرضية بشعارها الأخضر، ودار صراع ثنائي في آخر الأمتار بين مهابة لمهير بن علي بالقوم ومراسيل لراشد بن عامر بن دعفوس، حسمته مراسيل لصالحها بفارق بسيط وبزمن بسيط أيضا، وكان 13 دقيقة واثنتي عشر ثانية وجزء من الثانية. الشوط الخامس عشر للزمول المحليات حمل معه سيناريو مثير ونهاية تحبس الأنفاس، فبعد أن تصدر ضاري لحار بن محمد الكتبي المشهد ظن الكثيرون أنه يتجه نحو تسجيل الفوز، خاصة أن المسافة بدأت بالتقلص بينه وبين خط النهاية ولم يتنازل ضاري عن موقعه،
آخر 100 متر أدخلت الجميع في ذهول. مسعف الوصيف لمبارك بن سعد بن سعيد العامري ينتزع المركز الأول، يحافظ عليه بزمن وقدره 13 دقيقة و25 ثانية وجزء من الثانية. آخر أشواط صباح الخميس اختزل كل التشويق فيه آخر 500 متر، فبعد أن تمركزت الحول المهجنات في مجموعة واحدة كبيرة دار صراع ناري بينها في آخر الأمتار، ولم يكن المعلق ليعرف أين سيذهب اللقب حتى خط النهاية الذي كتبه متعب لجمع بن مبارك بن مغير الخيلي باسمه بثلاث عشر دقيقة وعشرين ثانية وثمانية أجزاء من الثانية. بمغير وين السلام إلى أرباح ولا إلى الإحباب؟ الأمتار الأخيرة، الأمتار الأخيرة بالدليوي، بالدليوي، ولكن بمغير، بمغير راحي راحي اللحظات الأخيرة يا راحي متعب. الأمتار الأخيرة إلى أرباح السلام، إلى أرباح السلام، تهانينا تهانينا والناموس لمالكي، لمالكي متعب. ناموس لكل من قدم مستوى مميز في أشواط الحول والزمول 16 شوط. أبو محمد نبدأ معاك. المارية لسعادة مطر بن حمد بن مطر بن عميرة الشامس نقول له الناموس، واستحقت أفضل الشوط الأول، مش أفضل توقيت لكن انتزعت أول الأشواط. والله نهني سعادة مطر بن حمد بن عميرة الشامسي، هذا طبعا من الشعارات اللي لها حضور مميز دائما من سن الحقائق إلى سن الحول، ومثل ما تفضل ابو حمد دائما ابو حمد حريص انه يقدم شعاره دائما نفسه طبعا والمحبين هذا الشعار في اشواط الرموز. وهذه الناقه لها ماضي طيب مثل ما قال، واليوم نشوفها في الشوط الرئيسي الشوط الاول من 8 كيلومترات قدمت مستوى طيب حقيقه لاحقها الباكره، وكانت في مقدمة الشوط ولكنها في النهاية كانت نهايتها طيبة اللي هي تفرح المالك ومضمر هذا الشعار. نعم. أنه يقدمها إن شاء الله في المهرجانات القادمة في المستوى اللي هم متوقعينه من بداية الرسم على هذه المطية أو وصولها إلى يوم سن الحول أنها تشارك في السيوف. فالبكرة بيكون لها شان طيب في قادم الايام باذن الله. تستاهلون. سراب محمد عندك لعلي سالم علي سليم الكتبي افضل توقيت، وخذت الشوط الثاني شوط المهجنات 12 كسرت 13. والله نحب نبارك ونمسى الراعي سرابه، واليوم سبق الشوط الاول وافضل توقيت، هذا دليل على جهوزيه الحلال وعلى تصنيف المطايا اللي في الاشواط الاوليه. هنا هي الافضل في العزبه وعند مالك المطيه وعند مضمر المطيه، فمبارك ونومس الراعي سرابه. شفنا منافسة قوية بين الحلال، هذا طال عمرك تجهيز وبروفة قبل مهرجان الكبرى. نحب مبارك ونومس الجميع الفائزين. سراب الله يبارك، الشكل طيب والركض طيب. نعم. فتأكد أبو خليفة اليوم ما تنحطي مطية مثل سرابه ومثل الحلال اللي مشارك عندها، إلا حلال له ماضي طيب ومشرف وله حاضر طيب ومشرف. فدائما المطية الشوط الأولي تحضر لازم يكون له حضور مشرف وتسجيل أفضل تيم في المرموم، هذا دليل على نوعية السراب الله يبارك رعيها. نعم. فنحب نبارك وأنه مسله، وإن شاء الله أنه مسله في مهرجان الكبرى والمهرجانات الجاية. وفي بكرة الناقة اللي ركضت عنده بعد الناقة مركضها قوي، فالحلال الله يبارك نوعية ركضا في المرموم
وعسى الله يفوز جميع المشاركين. آمين. شهار أبو سالم لعلي بن راشد بن سيف بشاوي الغفلي 13:05. والله شهار طال عمرك قعود سبوق وبعير سبوق وبعير العامر صيد سيارة في ميدان الوثبة اختام الوثبة والسنة سابق في الشوط الثاني مثل ما تفضل راعيه. نعم. واليوم يسبق في الشوط الأول شهار. لا يخفى للجميع أن ينحدر من سلالة صوغانية، سلالة تحب المسافات الطويلة، سلالة مياس أبو عقال وأمه بنت شاهين. البعير هذا أظن أن راعيه في الكشف مسجل في شوط السيف، سيف المحليات في السيف؟ أي نعم، في شوط الرمز في المحليات في ميدان الوثبة. والله وين جاي مهرجان جايز الكبرى. والبعير عطى فارق كبير بينه وبين الحلال اللي عليها المركز الثاني سواء كان قعود العويسي أو الثاني، والبعير وذف من الحلال الخفيف وركض ركض أبوه مثل ما قال سهيل. والبعير طعمك ما تقول ما شاء الله أنها السنة سداسي، تقول توه ثني ما شاء الله، وجهوزه طيب وركضه طيب ما شاء. ممكن فرق بينه وبين سرابة شوط الأبكار ممكن 5 أجزاء من 5 ثواني، فهذا يعطي أنه البعير هذا بيكون من الزمول المصنفة في المهرجانات. احنا نتمنى إن شاء الله لبن الشاوي التوفيق، ودائما طعمك السلالة الصغانية هذه كل ما راحت في طول كل ما كان ركضها أقوى، وكل ما حر الوقت بعد ركضها يسهل يكون أفضل. نعم. يعني أفضل عن الشاهنية؟ لا مش أفضل عن الشاهنية، لكن هذه سلالة معروفة اللي هي يعني تاريخ السلالة الصغانية، يعني يقول لك دائما سلالة صغان دائما تحب المسافات الطويلة. ورباعة صغان وشاهين. وصغان وشاهين يعني خلطة شاهينية وخلطة صغانية. كلهم في العروب. كلهم في العروب. نروح مع مناسب الخليفة بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري. هذا الشوط الرابع، شوط المهجران. أنا هني سعيد بن عبيد الحميري وعيالك كلهم ومسي على هذا إخوانيج، وهذا الشعار معودنهم خاصة البعير هذا. العام أخذ سيارة هني وياي ثاني في وثبة، وبعير نتاجر أبوه مناسب بعير الشيخ حمدان براهيد مناسب معروف بركضه بيده وانتاجه أمه بنت شاهين. فهذا البعير يحسب له ألف حساب أن ماضيه مشرف واللي شوه منه هالحين ما شاء الله يهله أنه لا وبعير وذف. نعم نعم لا بعير وذف وعند راعيهم حفوظ وعندهم حفوظ. إيه حفوظ عن سعيد، وفيها ركض بعد إنسان عن سعيد غير ركض هذا. أنا لا بقول لا ركض ما في كلام، فيها ركض إنسان عن سعيد بعد غير ركض هذا فيه. وكلام أبو سلطان نعم. يبين كلام المالك نعم. أن البعير يبى مسافة نعم. اشتراكات المسافة الصغيرة نعم. دم ثاني وثالث ما يلحق العام شارك في الثمانية وسبق خلص السيارة هني يوم رد الثمانية وسبق ثاني بعد، يعني الثمانية يحب مسافة. والبعير أقول لك أنا فيها ركض غير ركض هذا. سعيد عمرك أموره مطيته تمشي عادية. هاي نعم. وإنتاج. إنتاج ولا كذا. هذا. هاي نعم. مطيه عند راعيها ومحافظ عليها غير. هاي نعم. ولا يلوس على الأشواط اللي يقول لك أنا طعمك بعيد هذا. أنا أقول له مستوى في أشواط ربع الرموز في يوم غير الأيام. أكيد بيشاطر. نسأل أبو سلطان بس عشان التوضيح لشعار شاهين سرابة. أعتقد شعار بن سليم فيه تغيير شوي صح؟ شعار بن سليم كيف شوف اي نعم شو التغيير اللي فوطه يعني فوطه عطني الشوط الرابع اخر لا اكثر آخر الناس يعرفون الشعار هذا شعار حمد وعياله ابو ذروش ايه هذا له هو ابن حمد ابو حمد بن سليم اي نعم هذاك الشعار معروف اسلوب موشن سلام بدون لا مو قوي هذا هو الشعار سرابه لا سرابه اللي شعاره حمر وعليها خاص المجنات ايه لا 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 ابن عمه اي نعم ابن عمه انا عشان جيت بس توضح من بصره سرابه الشوط الثاني اي نعم يستاهل سبقه شوط مناسب بارك فيه ما شاء الله لا مناسب اقول لك له ركضه ما شاء الله والله ماضيه طيب والسنه ماضيه طيب والسنه افضل بعد ما شاء الله ابو سلطان ابو محمد دقيق الملاحظه اي هذا ما شاء الله اكيد بتركض شوط سيف لا حاشا حايل الناقه ونعم بارك فيها لكن لا تحيد شعار حمد غير الشعار هذا ايه شعار حمد بن سليم وعياله فوطة اي نعم شعاره شي شطرنجي غير عادة فوطة لا ولا يحط هوده ايه اي نعم لا غير هالسنة غير ان شاء الله. قبل ما ننتقل لجائزة زايد الكبرى عندكم داخل الركض على الركض المرموم لا والله حركة المرموم طيب نتمنى لهم جميعا التوفيق. اذا مشاهدينا الكرام اول محطات الكبرى في الموسم حدث يمثل نقطة مفصلية في أجندة سباقات الهجن في دول مجلس التعاون الخليجي
أقدم التقرير ولا عندك شيء؟ قبل ما تقدم ملاك الهجن، كثير من ملاك الهجن يقولون احنا مثلا في السعودية ولا في عمان ولا المكان عندنا حلال نبغي نثبته إنتاج حلو، فإذا يمكن يعني من الاتحاد يعطينا فرصة أن نكلم الفيديو كول نفس ما كنا نسوي احنا يوم الجائحة. هم يبون ويا الاتحاد ولا ويا البرنامج؟ ويا الاتحاد أساس أنهم طعمك يثبت. هم تواصلوا مع الاتحاد؟ ما أدري بيتواصلوا ويا الاتحاد إذا كان في طريقة يعني يبغي أنهم يكونون فيه يعني مثل الاتحاد يرسل يعني معلومة أن فيه الخاصية هذه الفيديو كول أن الشخص يتصل بالاتحاد. أنا أتوقع والله العالم إذا تواصلوا مع الاتحاد القنوات يعني التواصل الاتحاد ما بيقصروا اليوم أنتم كبرنامج صاير نحن نوصل الصورة توصلون الصورة شو يطلب الجمهور شو يبغي الجمهور أنتم توصلون الصورة يمكن العرب مسوين الخاصية هذه لكن الناس هذه ما يدرون ويمكن الخاصية هذه ما استوت والجماعة من يهم الخبر هم بيقولون تم وحاضر لأن في جماعة لكن نحن نقول هاي الخاصية مهمة جمهور ركض يبا هذه الخاصية ونحن ندر أن الاتحاد تخدم الركض الاتحاد مسواي لخدمة الركض والاتحاد دائما الاتحاد يقدم خدمات طيبة وجدا ممتازة صحيح صحيح واليوم الجماعة حد الجماعة في السعودية حد في الكويت حد في قطر حد طعمك حتى عندك مثلا دار ما تعني إنسان دار ما تعني إنسان من رأس الخيمة أو من مكان بعيد أو من مكان خاصية في ذكوري ثبت حلاله وهو طعمك موجود والشخص موجود وبطاقته موجودة واللي ينيب عنه بيكون موجود المضمر ويثبته في الانتاج ويركض طعمك بدال ما يتعنى من السعودية ولا من الكويت ولا من قطر. والله فكرة طيبة نتمنى معازيب يوصون طول عمارة مع التسهيل على الإنسان بشكل عام. صحيح الله يطول يوصون على التسهيل على الإنسان بشكل عام وأنا أقول ما دام في شيء تقدر تسهله سهله والاتحاد طول عمارة وصلت يتابعون برنامجنا وأكيد بيوصلهم بتوصلهم المعلوم وبين الخبر طيب خير سعادة عبد الله الميري والقائمين على الاتحاد ما مقصرين الله يجزاهم خير لكن احنا نقول ممكن هم مسوين الخاصية هذه والجمهور ما يدروبها ويمكن هم الخاصية تحتاج ان الشخص اللي الاتحاد اكيد عندهم شبكة الانترنت قوية لكن تحتاج ان الشخص المالك يكون في مكان في ارسال أكيد قوي اكيد هو اكيد يعني ما يروح مثلا يقعد في مكان ارسال ضعيف وفي العزبه وهاي يقول لك والله لا ما لا اكيد الشخص فهو لازم بعد يوفر الاليه اللي تسهل على بيثبت حلاله اكيد بيكون في مكان فيه ارسال وفي مكان طيب فيه غير ابو سالم غيره الله يوفقنا ويوفقهم طيب نروح للكبرى نشوف تقرير اول تقاريرنا عن مهرجان جايزة زايد الكبرى وحدث مثل نقطه مفصليه لسباقات الهجن وتعتبر البدايه بدايه الركض الحقيقي والمهرجانات الحقيقيه اللي هو مجلس التعاون الخليجي جائزه زايد الكبرى والتي رات النور قبل 27 عاما وتحولت الى مهرجان منتظر تشد الرحال له من كل دول مجلس التعاون الخليجي ويحضر له الملاك ويحضر له الملاك افضل الحلال فلا يوجد اغلى من رمز تربطه باسم زايد رحمه الله. في العام 1994 وضعت الحجرة الأولى في بناء جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن والتي أسست لحدث إقليمي كبير له أهمية خاصة لدى كل ملاك ومحبي سباقات الهجن في المنطقة لارتباطها باسم الوالد المؤسس شيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله الرجل الحكيم الذي بنى دولة الإمارات ووضعها بين مصاف الدول المتقدمة ولكنه لم ينسى تراثه العريق ورياضاته الكثيرة وخاصة سباقات الهجن التي كان لها في قلبه مكانة خاصة رحمه الله مكانة انتقلت إلى أصحاب السمو الشيوخ والمواطنين فأصبحت سباقات الهجن من أهم الأحداث المجدولة سنويا ويقام لها مهرجانات في سباقات متتالية واقع جميل يعيشه ملاك الهجن اليوم يجسد رؤية الأب المؤسس في ربط الأجيال الجديدة بتراث الإمارات العريق وبعد أيام قليلة ستنطلق جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن بنسخة مختلفة استثنائية 216 شوطا سيتنافس فيها الملاك والمنتجون على 52 رمزا وعشرات الملايين من الجوائز النقدية القيمة في نقلة كبيرة سواء بقيمة الجوائز أو عدد الرموز
16 رمزا إضافيا وضعت لأشواط السباقات التراثية وأيضا لأشواط الفترة الصباحية للثنايا والحول والزمول في اليوم قبل الأخير من الجائزة. احتفال كبير حرص اتحاد الإمارات لسباقات الهجن أن يقيمها تزامنا مع احتفال دولة الإمارات بعيدها 50، وما أجملها من احتفالية وفكرة رائعة تربط تراث الوطن العريق مع حاضره المشرق ومستقبله الواعد. فمنذ عشرات السنين كانت سباقات الهجن ترتبط أساسا بمظاهر الفرح والاحتفال، وها هي اليوم تعود لعهدها القديم المتجدد بالاحتفالات بعيد الوطن، وبرهان جديد على ما تحظى به هذه الرياضة المحظوظة بدعم لا محدود من أصحاب السمو الشيوخ واهتمام فاق كل التوقعات. في كل موسم وفي كل عام دائما ما نشد الرحال إلى الوثبة ونقول إن هذه السنة راح تكون مغايرة عن السنوات الماضية، ولكن مع كل سنة نتفاجأ بالدعم الكبير، نتفاجأ بالمكارم السخية، نتفاجأ بالاهتمام اللامحدود الذي يزداد عاما وراء عام. دعم كبير من سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه لهذا المهرجان، ودعم كبير كذلك من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي لسباقات الهجن التي تجعل من هذه الرياضة وهذه المهرجانات محط أنظار الجميع. اليوم كل مجتمع دولة الإمارات والمجتمعات الخليجية اللي ما لها في الهجن تقول لا بسوي ركاب وسوي هجن وبدخل في هذه المعمعة وراح أدخل في هذه المهرجانات، أبا أشوف شو سر هذا الاهتمام. فعلا كل الشكر والثناء لجميع من يعمل في عالم سباقات الهجن. صحيح أن العمل صعب جدا في هذه الرياضة سواء للمضمر للملاك كل منتسبي هذه الرياضة، ولكن في النهاية طعم الناموس يجعل من هذه الرياضة تتمتع بمتعة كبيرة وبمذاق خاص. أبو سلطان تفاجأنا، ودائما الأخبار طيبة توصلنا من أصحاب الأيادي البيضاء والمكارم السخية لهذه الرياضة. صدقني ما تفاجأنا من عيال زايد وعيال راشد، ما مفاجأة منهم، هذا معودين عليه كل سنة يجينا خير عن شيء الله يطول عماره، هذا مخلف عليهم قدامهم زايد الله يرحمه ويجعله الجنة، وراشد بن سعيد الله يرحمهم ويجعلهم الجنة، ومشوا العيال على المسيرة الله يخلي الشيخ خليفة بن زايد وعطيه الصحة وطولة العمر، ونائب الشيخ محمد بن راشد ولي عهد محمد بن زايد صاحب السمو محمد بن زايد وإخوانه وعيال أصحاب السمو الشيوخ كلهم، هاي لا طعم الدعم هو بقريب منهم ولا نشوفه مفاجأة، معودين على الشيء هذا، هذا الدعم يقدمون مثل ما تقدمته أنت يوم عندك عيال ما تقدم لهم جوائز وتقدم لهم هدايا مشان شو مشان يجتهدون أكثر، فهذا طول عمرهم اجتهاد وتقديم لعيالهم ولشعبهم وكل نعم. مشارك في هذا الركض، فهذا طعم لك الجوائز اللي نشوفه والشوار اللي تنحط والرموز، هذه مصلحتها للرجال وهم يبون يوصلوا لهم بكل طريقة الشيء هذا صح. نعم، فهذا الحمد لله أنا أقول لك، والسر إن شاء الله جاي الله يخلينا ويخليك والسامعين والمتابعين بتيكم بعد نتائج أكبر من هذه النتائج. نعم نعم، تم إضافة 16 رمز، نحن عندنا في السابق 36 رمز وتم إضافة 16 رمز لتصل إلى 52 رمز أبو محمد. أولا يعني اللي ما بياخذ رمز السنة أتوقع عمره ما بياخذ. لا أنا بفصل لك شيء أجمل بعد في الموضوع هذا. أول شيء طول عمرك الحمد لله والشكر على النعمة، والله يطول عمر الشيخ خليفة بن زايد وإخوانه الحكام والله يرحم زايد. الزين في الموضوع دائما نحصل سباقات الهجن يقول زايد طيب الله تراه اللي ما له ماضي ما له حاضر ما له حاضر، فالشيوخ طول عمارهم عندهم الماضي العريق هذا، ويعني من أهم الأشياء عندهم نشوفه دائما في المقدمة، والدليل دائما اتحاد سباقات الهجن نعم يكون مشارك الاحتفالات الدولة، فاحتفالات دولة الإمارات في الأيام القادمة في 2 ديسمبر اللي هو 50 عام،
فعلى ضوء هذا نشوف تم رفع الرموز إلى 50 رمز، وهذا يعني بيكون تزامنا مع الاحتفال بال50. شفنا الإضافة لحصلت 52 رمز أبو محمد، ها؟ 52 رمز خير وبركة الحمد لله. فالاحتفال سباق التراثي 6 رموز. نعم، احنا يمكن ما ذكرنا في التراثي في الـ في الـ في الـ الخمس الركض الركض يستاهلوا. اليوم اكثر هم يرمون وشعبهم يستحج. نعم. احنا نقول اكثر الملاك تقريبا يعني الموجودين حاليا وشيباننا الله يعطيهم الصحه والعافيه الموجودين اكثرهم شباب، يعني في ال50 في ال40 في ال30 في ال20. فاليوم انت في ال50 سنة هذه اذا شاركت في شوط الرمز وحققت رمز ويحمل ال50 عام لتأسيس هذا البلد الطيب ويحمل اسم الشيخ زايد، فانت اليوم دراس يعني مولود ولادتك ودراستك وعملك في هذه الدولة تكريم اليوم لك انك الله يوفقك وتاخذ رمز، لانه ما يعني صعبة تتكرر على الجيل الموجود في السن هذا اللي هو سن ال50 تحتفل فيه ابو محمد الدولة. بيكون التنافس فيه اقوى. ايوه بيكون التنافس فيه اقوى هذا الرقم. نعم، الناس حريصين اليوم في ال50 انك تاخذ جائزه ثمينه مثل الرمز، لان يعني انت يبالك 50 سنه ثانيه، يبالك 50 سنه ثانيه. نعم. فرصه لين تشارك. فالشباب في السن هذا اكثرهم يعني يعتبر تكريم لهم انه ياخذ رمز صح في ال50، لان اكيد بيكون مميز حتى بالغلاف. صح، ما بالك في ولا ابو محمد ما حد بيظهر خيره. لا لا اكيد، لكنه يعني يفرق عن غيره من السنوات للامانه من وجهه نظري. مكرمة الشيخ زايد المقطوع رمسة ابو محمد الله يرحمه ويغفر له هي استثنائيه، ما بس عندنا احنا في الامارات، عند جميع ملاك الهجن في الخليج بشكل عام حاسبين الحساب. هذه المكرمه الكل يحسب لها حساب. صح، نظرا للاسم اللي تحمله. لا شك. الشيء الثاني طال عمرك، اليوم انت لو جيت المركز العاشر انت تحصل 10,000. ما في مهرجان تي المركز العاشر تحصل 10,000 الا جائزه زايد الكبرى. ثاني بالشيء طال عمرك جوائز مغريه، 52 رمز، جوائز مليونيه، ليله الاختام ما اظني 45 مليون في 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 خمس في عصريه في عصريه, عصرية بس 45 مليون او اكثر. 45. نعم 45. فجوائز جدا قيمه، والله يطول عمر الشيخ خليفه واخوانه وحكام الامارات، والله يديم الامن والامان. نعم، الشاره هذه ما نقصوها، كل سنه نشوف جديد، كل سنه نشوف جديد. صح، السنه فوق الجوائز المحطوطه الرموز زادوا اشواط اللي هي ال 500 هي الاحتفال بالخمسينيه. صحيح. وما في انتهي بعد اظن هذا. صحيح، ما في انتهي. فانت يعني متاح مخير وين تبغى بغيت اشواط الانتاج، بغيت اشواط المفتوحه، بغيت بعد ما تركض في الجائزه هذه الميادين الفرعيه بعد كلها مفتوحه. الله يعطيهم الامن. نعم. والامان. الله يعطي الامن والامان يا رب. من غير طعمك المشتريات البتستو المليونيه في الحجاج والتسعيرات. نعم نعم، يعني خير في نعمه. مهرجان خير. الله يدوم لنا الشيخ زايد. الشيخ زايد الله يرحمه ما راح من ذي الارض الطيبه الا طعمك الدرب ممتد، كل شيء طعمك مرتب لنا وكل شيء معدل لنا الله يرحمه ويغفر له وعياله الله يطول اعمارهم وحكامنا ما قصروا زادوا الشيء ما نقصوا. نعم. فاحنا اليوم بس الشغله هاي تبغي طعم يقول الله يديم الامن والامان. نعم. والله يحفظ ولاه الامر. نعم. والله لا يغير علينا بس ولا الجوائز. نعم. والمهرجانات والخير. نعم. كل سنه في خيار وخيار ابو محمد. والله اول بدايه عمرك كنت ترحم على روح الشيخ زايد اللي هو باني هاي الدار وباني حضارته وباني ماضيها العريق الله يرحمه ويطول عمر خليفه وعمر اخوانه حكام دولة الامارات. لا نستغرب هذا طال عمرك المكارم اللي نشوفها في الوثبه، ولا نستغرب منها طال عمرك الدعم اللامحدود، لان هاي الميدان اول الوثبه هي ركيزه اهل الهجن، ركيزه الميدان من الجوائز من المهرجانات اللي تنحط في الوثبه. دائما يكون مهرجان الوثبه بداية المهرجانات، لكن أعتقد أنه هو المهرجان الوحيد اللي فيه الجوائز سعر المطية. اليوم نشوف تسعيرات 1.5 مليون في الوثبة، التسعيرة 1.5 مليون والجائزة عندك 1.5 مليون. فأعتقد أن الوثبة وتحاسب قاتل الهجن وعلى رأسهم
الشيخ منصور بن زايد الله يطول عمره والشيخ سلطان بن حمدان قدموا كل ما فيه اسعاد لهاللهجن سواء طال عمرك في الامارات وبرا الامارات. اليوم ابو خليفه اذا ما نتكلم على الوثبه مدان الوثبه صراحه يا ابو خليفه يختمها يبداها بمهرجان الكبرى وينهيها في ختام الوثبه بحله ثانيه بصوره ثانيه. في كل مهرجان او كل مركض نشوف ابو خليفه فيه نفس الرتم الا مهرجان الوثبه بقياده شيوخنا الله يطول اعمارهم. دائما كل مهرجان لحله ثانيه له مفاجات وله مكارم. فنقول الله يطول عمر الشيخ خليفه وعمر اخوانه حكام دوله الامارات هذه مكارمه ونحن ما نستغرب على عيال زايد. ما كرمته جايز زايد الكبرى غير عند الجميع. صحيح. نوجه الشكر والتقدير لاتحاد الامارات لسباقات الهجن ونوجه كذلك الشكر للشيخ منصور بن زايد النهيان مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسه وكذلك المتابعه الحثيثه لكل ما يدور في عالم سباقات الهجن في دوله الامارات. مستشار سيدي صاحب السمو رئيس الدوله رئيس اتحاد الامارات لسباقات الهجن معالي الشيخ سلطان بن حمدان النهيان نوجه للشكر والتقدير لما يقدمونه لعالم سباقات الهجن. وما ننسى كذلك جميع طاقم وموظفي اتحاد الامارات لسباقات الهجن يبدون موسم بشكل رائع يقدمون هذه الجائزه لجميع ضيوف وكذلك هذا ضيوف هذه الرياضة بشكل مميز ورائع وكذلك يكون موسم ولا أروع بجميع التفاصيل بجميع السباقات سواء السباقات النقدية السيارات الرموز المهرجانات. نبدأ مهرجان جائزة زايد الكبرى كذلك مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفعاليات كثيرة ترى اليوم نحن نتكلم عن جائزة زايد الكبرى مش فقط سباقات هجن نتكلم عن سباق التراثي وإضافة ست رموز لهذا السباق التراثي. شو تأثير أبو سلطان تأثير هذا الرموز هذا الشيء طعمك للشباب هذا بعد طعمك ودعم من أصحاب السمو الشيخ اليوم قبل كانوا أنا أذكرهم من سنوات يقولون باراكض اليوم أصبح عندهم مراكيض أصبحت عندهم مهرجانات أصبحت عندهم ماراثونات هذا الماراثون ماراثون اليوم الوطني راكب البشري اليوم السابق عنده طعمك 300,000 جائزته. نعم جائزة مغرية. نعم صح. طيب يعني تشجيع الله يطول عمر الشيخ. ما قصر. نعم الله يخليهم. إذا عندك ولاد طعمك عمره 15 وفوق وبيركب وعندك لازم بعد تحضر مطية سبوق مطية العادية ما تجيب رقم فيهم. إذا صح. ما جبت مطية طعمك بعير ولا ناقة طعمك رصيدها سيارة ولا منافسة على السيارة ولا ثاني على السيارة ولا ماخذ سيارة ما تقدر للشوط. ما تقدر للشوط هذا. الشارع مغرية. الشارع 300,000. حطوا لهم رموز بعد تكريم لهم رموز هذا عمرك ابو خليفه المركاض التراثي هاي هويه كل اماراتي. فالشيوخ الله يطول عمارهم يبون يحافظون على الهويه اللي نتشرف بها هاي طال عمرك تراث اهلنا وجدودنا وشيباننا وحكامنا الله يطول عمارهم. فما نستغرب منهم الدعم وزياده الجوائز الحول لا نستغرب ان فيه جوائز اكثر ودبل من هالجوائز اللي هم حطوط اهل الركب البشري. فهذا دليل ابو خليفه على الحفاظ على موروثنا الغالي علينا الموروث اللي طال عمرك نعتز به اللي ما له ماضي ما له حاضر. هذا حاضرنا نتشرف به ونشوف دعم عزيبنا فيه كل سنه اكبر واكبر. فنقول الله يطول اعمارهم ويكثر خيلهم. بس ابو خليفه في موضوع بسيط بس عشان موضوع مهرجان الوثبه اذا نحن اضطرينا على مهرجان الوثبه. نعم اليوم ابو خليفه سن الحول نتكلم عليه يمكن بدقيه شويه. سن الحول ابو خليفه عندهم لجنه تشبيه الحلال طال عمرك مر على لجنه تشبيه مره ومرتين وثلاث واربع. فاتمنى الحلال اللي قد ثبت ومر على اللجنه مره ومرتين نعم. فحضوره قبل تجهيز المضمر بيوم او يومين اعتقد انه عبء على المضمر لان المطيه هي نفسها صنفه المفتوح او صنفه المحليات هي خالصه على اللجنه ومر عليهم وهي نفس المطيه. فنتمنى الحلال اللي ما مر على اللجنه ان يكون لهم تثبيت خاص والحلال اللي مر على اللجنه وخالص ان هاي المطيه كل مطيه مصنفه على حسب هذا الموضوع تكلمنا البرنامج. فيه بشكل سابق ممكن طرقنا له بشكل سابق كلام اللي يقوله الرامز تكلمتوا فيه في الأصايل كان هني الراكض في دبي وعفوهم وعفو الحلال اللي مثبت خلاص ويو وثبتوا كذا مطية في التحضير ولو في الصالح الحين هذا اللي صاير الحين ولا لا الحين ابو سلطان الحين 28 ثنايا صنفات ترى لا ابو سلطان اللي يتكلم به ابو محمد الحين تاريخ الاحد 28
تشبيه الثنايا كلهن. نعم كلهن في الأشواط الصبح الرموز وأشواط الثمانية الرموز المساء. نعم. وفي 29 الحول هو يقصد إذا الحلال هذا أوردي يعني داخل ثبت على اللجان. ثبت على اللجان ومركب. هذا ترى عب على اللجان يعني ترى. إيه في ناس بيحمل مجبور. عب على رعمضي وعب على اللجان. وعلى اللجان. إيه نعم. ويمكن هذا هو اللي يقصده. ويمكن أبو سلطان مثل الحين مهرجان الوثبة يمكن طعمكم مطيتة أنا مهوية سويحان وحاط لي برنامج طعمه كان يحمل مطيته على 10 مركاضها مثلا. صحيح. فأني أحمل مطيته قبل بيوم تحفيزها قبل يوم تحفيزها ركضها أعتقد يخل المطية. صح. ويغث مالك المطية. صحيح. فإذا تكلمت فيها الموضوع هنا إذا تغير المركاض بسلطان إذا تغير المركاض مثلا الحين مهرجان غير مهرجان الوثبة في بعض الناس أو ملاك الحلال ممكن عزم ما عنده مناك يحمل على ركض ديركت. فأتمنى أن الحلال اللي مثبت وخالص أنه يروح في الشوط اللي هو مثبت عليه وما على اللجنة والحلال الجديد اللي داخل على اللجان أنه يكون له تثبيت. لما قطع من كلامك الحين إذا ما صار إذا صار الحين التثبيت في الكبرى أن يشد الموسم كله بعد ما بعد نعم صح نقطة مهمة والله نعم صحيح. طيب طيب نحن نقول بس تزامنا مع بس مهرجان الوثبة تقريبا أعتقد من أسبوع سمو الشيخ سلطان بن حمدان افتتح بعد مال التراث اللي هي زايد أعتقد القرية التراثية القرية التراثية. نعم. وهذا شيء زين يواكب يواكب الزوار دولة الإمارات إن كانوا هالهجن أو غيرهم فبعد بتكون فيها فعاليات كثيرة ما يقصرون أبو العمر أي الربع اللي موجودين هالمهرجان أبو محمد نعم. مهرجان شامل. متكامل نعم. سواء طال عمرك هالركض والعوائل والناس طال عمرك اللي حاضرين مهرجان الوثبة الله يطول عمره ما خلوا ذخيرة كل شيء يعطوه حق الله يطول نقول دائما معالي الشيخ سلطان بن حمدان شعلة النشاط نعم. في كل مكان تشوفه هو ركيزة الركض أبو خليفة حضور شخصية مثل معالي الشيخ سلطان بن حمدان الله يحفظه يطول عمره في سباقات الهجن هذا طعمك دليل على أن هذه الرياضة في خير وأن المعازيب يحثون معاليه باللي يبونه الناس الله يطول عمره وهو دائما يوصل الصورة اللي يبونها الناس للمعازيب ونشوفه على أرض الواقع العنكاس الحقيقي نعم نعم فمعالي الشيخ سلطان بن حمدان الله يطول عمره يعتبر الأب الروحي لملاك الهجن في الخليج وليس في دولة الإمارات وكثير ناس الله يطول عمره استفادوا وفادهم معاليه والشيخ سلطان بن حمدان احنا نشوفه طعمه كامس في الوثبة يحوط في المعرض ويتفقد الأشياء قبل الانطلاقة عشان طعمك هذه الرياضة تظهر بالصورة الطيبة وأي ملاحظات طعمك القرار ياخده هو هو صاحب القرار همزة الوصل نعم همزة الوصل الله يطول عمره هو يبال الفائدة للعام هو يبال الفائدة للجميع الله يطول عمره هذا دليل أبو سالم على أن الشيوخ الله يطول عمارهم هم معازيب وهم اللي يقومون في الميدان ويتفقدون الأشياء فنقول المدراء دائما معازيبنا هم الغدوة دائما الله أعطاك مسؤولية خلك ميداني وتفقد الأشياء لأن هاي طال عمرك ذمه وأمانة أبو خليفة إذا هو معزب والشيخ والداعم الرئيسي موجود. هو حاضر الميدان صح. وتفقد هذه رسالة ترى هاي رسالة واضحة هذه رسالة واضحة كل شخص الله يرزقه إن شاء الله البطانة الصالحة والباقي زايد خير طيب بنروح إلى سؤال حلقتنا عندنا سحب لسؤال الحلقة شو الجواب تراك حليت أنت يوم سويت ما حليت شيء والله ما شو متى حليته عطني الجواب في أي عام انطلق مهرجان زايد الكبرى أنا أقول 93 أنت كيف. أول ما قلت طعمك تقليلك من 27 سنة زين احسبها يردون الحلقة المتابعين وشونك أنت شو قلت 2001 أنا أقول الثالثة ثابتة والثالثة ثابتة طيب الجواب الصحيح هو العام 1994 نعم طيب عندنا اليوم 4 جوائز الجائزة الأولى من مؤسسة هجن الضبي ونقول ستوب 0508078860 هذه الجائزة الأولى الجائزة الثانية 2000 درهم مشتريات من صيدليات فارس الخليج أبو محمد لأنك جاوبت صح ستوب يا سلام مسلسل هذا رقم هذا يستاهل بطل المناخ هذا الرقم مو ب 2000 درهم 0508088817 اذا بيبيع الرقم بنشتري نروح للخيال 1000 درهم نقدا ابو محمد ستوب 0561060918 اتوقع هذا ماخذ جائزه قبل عندنا ابو سلطان آخر جائزة 20 بطاقة فحص من مختبر الياسات
ستوب. 0506086781. نشكر الرعاة ونوعدكم بمزيد من الرعاة في الأيام القادمة. ويونا من رعاة يداد وبيكونون موجودين إن شاء الله في الحلقات القادمة، بيقدمون جوائز عبر برنامج الأصايل للجماهير المتابعين ولعشاق برنامج الأصايل. نحن ما بنودعك، نحن بنقول لك فالك الناموس. وانا فالك وانا ضويت الناموس، ترى ناموسكم. نعم نعم الله يوفقكم جميعا. ابشروبها ابشروبها خليفه يا كثير مناسب. بس ابو محمد يقول لك لا مو شيء عنده تعقيب، يقول لا مو بناموس. الله يوفقه محمد، لا والله يستاهل الناموس. الله يفرح ابو محمد من امس طيب راسه قبل ناموس الله. بس ابو خليفه كثير مناسب يتسالون عن اليه بيرك الناموس، مهرجان الكبرى على الابواب، فالناس المشاركين كثير يتسألون عن هال. تسأل الشخص الغلط. تسأل الشخص الغلط. والله نحن. كنت أتمنى تسأل الشخص الصح. لا لا. ما عندي أي علاقة في ذلك الناموس. توجه إلى نادي دبي سباقات. خليفة نحن نتمنى من نادي دبي أن يوضح آلية البيرك. هل في بيرك تم الإعلان؟ هذا اللي الناس يتسألون عليه الحين. الناس. ممكن إذا في إعلان بيكون في الأيام. إذا في إعلان ترى بتوصل الأخبار. نحن ما يانا أي علم ولا عندنا أي خبر. إذا كانت إذا في تساؤل، لأن كثير من ملاك الركض يتساءلون عن هالمسابقة وآليتها، ولا طلع فيها آلية جديدة أو توضيح جديد أو تثبيت حلال المهرجان على أبواب. باقي منهم تقريبا خلاص 3 سنين ثابت في مرغم وخلاص. نعم لكن يا أخواني بفكرة البيرق، هي فكرة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي الله يحفظه ويطول في عمره. سموه لها أفكار كثيرة، ومن هذه الأفكار ما ترونه وما لا ترونه. مثل البيرق في أشياء كثيرة ما تشوفونها، لكن أفكاره مستدامة، أفكاره تدعم هذه الرياضة لسنوات قادمة، تدعمها من خلال هذا التنافس الكبير من كبار الملاك، وبالتالي تكون لها ناتج في كل سنة وناتج بعيد المدى. نتمنى استمرار هذا البيرك اللي يفيد الجميع، سواء كبار الملاك أو كذلك صغار الملاك يستفيدون من البيرك، لأن كبار الملاك يشترون من صغار الملاك. البيرك لها استراتيجية واضحة، أتمنى أن تكون استراتيجيته طويلة المدى ويستفيدون الكل من هذه المنافسة. بعد عندك تداخل؟ لا لأن اليوم شوية أشوف مساءلات غريبة اليوم في البرنامج. لا والله البيرك إذا أنتم ما تعرفون أن البيرك مستمر، منو بيعرف؟ أنتم ملاك الهجرة بتعرفون. نحن نتمنى من نادي دبي أنه يوضح رسالة. نحن تينا تساؤلات كثيرة، أنت كإعلاميين في قناة دبي ريسنج، شو الجديد؟ ما نزل برنامج عن البيرك، ما فيها شيء جديد في البيرك. فنحب نحن نوضح الصورة. نادي دبي سباقات الهجرة على رأس علي بن سرود أنا يوضحون رسالة من الملاك لحال المشاركين، لأن الأبواب مهرجان الكبرى على الأبواب، فالتساؤلات توجهنا أبو خليفة، فنحن نوصل رسالة لعلي بن سرود نادي دبي أن يوضح المسابقة إذا كانت موجودة أو شيء جديد في المسابقة هاي. نعم شكرا لكم أخواني. في مداخلة ولا نختم أبو سالم؟ ما شيء مداخلة، لا كل خير. ما شيء، الله يوفق الجميع إن شاء الله في 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 هذا المهرجان الغالي على الجميع. وسلطان نحن نقول لك لو تدور أول سيف للجماعة الكبرى أول سيف للشيوخ. بنحط السؤال لا تخبر. لا لو تدوره وتيبه وخلاص. نحط السؤال في يوم بنبدأ تغطيتنا للكبرى. لكن لازم تيب الشوطين. تحاول تيب الشوطين هاي. بنحاول. شوط حول الجماعة وشوط حول الشيوخ. الفيديو. أول جائزة. الفيديو بنسعى. وعقب ما تسوي تعرض. إن شاء الله. هنا ان شاء الله. فهذا طبعا ملك يشجع الناس البدو ويشجع بعد اصحاب السمو الشيوخ المضمرين. لا وتزامن مع الخمسين. نعم. منو هاللي قطهم قبل تزامن. نعم منو الاول ومنو الخمسين. نعم. طيب وسلطان طرشت البكره حق ابو محمد. والله ابو محمد بعد هاك اليوم في البرنامج هي بس نحن نبال نشوف هني قال لك هو متنومس على الناموس على حلال خير وعافية. تسحق خير وعافية أبو سلطان. بكرته لها هدف معين، هالهدف يبين بكرة في الكبرى. نتمنى لك التوفيق إن شاء الله. إن شاء الله استديو برنامج الأصايل محللين برنامج الأصايل ما نبغى وايد، 4 رموز 1 2 3 4 بس 4 حاضرين ما نبغى وايد 4 من 52 باقي 48 تركضون أرواحكم ما حد يركض عندكم لا أرواحكم.
تستاهلون. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الأصايل، نلقاكم في الأسابيع القادمة مع تغطية خاصة كذلك من برنامج الأصايل لجميع المهرجانات التي تقام. هذه تحياتي وتحية طاقم العمل، مع السلامة.